بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد حبيب رب العالمين. حياكم الله أساتذتنا الكرام، حضورنا الكريم، ونلتقي معكم في هذه الجلسة البحثية الثالثة من ثاني أيام المحفل العلمي الدولي الرابع عشر. في هذا المؤتمر العلمي الدولي العاشر للدراسات التربوية والنفسية، فحياكم الله وبياكم. يشرفني ويسعدني أنا محدثكم عدنان قلعجي أن أكون معكم مديرا للقاعة في هذه الجلسة البحثية، كما يشرفني ويسعدني أن تكون معنا سعادة البروف مروى محمد الباز لإدارة هذه الجلسة المباركة. وإليكم أحبتنا الكرام نبذة مختصرة من سيرتها الذاتية العلمية. فالدكتورة مروى محمد الباز أستاذة بقسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية جامعة بورسعيد، وهي أيضا عضوة الهيئة الاستشارية العليا لمنصة أريد العلمية، ومدير تحرير مجلة أريد العلوم التربوية والنفسية، ولها من سنوات الخدمة 20 سنة، وتخصصها العام هو المناهج وطرق التدريس. أما التخصص الدقيق فهو المناهج وطرق تدريس العلوم، وهي أيضا حاصلة على بكالوريوس العلوم والتربية تخصص كيمياء وفيزياء بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف من كلية التربية ببورسعيد جامعة قناة السويس عام 2000، وكذلك دبلوم مهني تخصص كيمياء وفيزياء بتقدير ممتاز كلية التربية ببورسعيد جامعة قناة السويس من عام 2003، دبلوم خاص في التربية بتقدير جيد جدا كلية التربية ببورسعيد جامعة قناة السويس عام 2004، وأيضا ماجستير في التربية تخصص مناهج وطرق تدريس العلوم بعنوان دور برنامج إعداد معلم العلوم بكليات التربية في تنمية تحصيل الطلاب المعلمين شعبة الطبيعة والكيمياء لقضايا أخلاقيات العلم واتجاههم نحوها كلية التربية ببورسعيد جامعة قناة السويس من العام 2007، وحاصلة على الدكتوراه في فلسفة التربية تخصص مناهج وطرق تدريس العلوم تحت عنوان فعالية برنامج إعداد معلم العلوم الفيزيائية في تنمية مهارات التدريس لدى الطلاب المعلمين في ضوء المعايير القومية ومعايير جودة إعداد المعلم. نعم أحبتنا الكرام، يشرفنا أن نقوم الآن بتسليم المايك والإدارة لهذه الجلسة لسعادة البروف مروة الباز، فتفضلي سعادة البروف لكم الصلاحية. تفضلي السلام سعادة. عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا شكرا بك. أستاذ عدنان، أهلا بحضرتك وأهلا بالحضور الكرام، شكرا على هذه التقدمة الرائعة. نفتتح على بركة الله الجلسة البحثية الثالثة لليوم الثاني يوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2024، من المؤتمر العلمي الدولي العاشر للدراسات التربوية والنفسية التابع للمحفل العلمي الرابع عشر لمنصة أريد للباحثين الناطقين باللغة العربية. في هذه الجلسة إن شاء الله سيكون هناك 8 أبحاث، البحث الواحد هتستغرق يعني مدة الجلسة 120 دقيقة، الوقت المخصص لكل عرض تقديمي هيكون في حدود من 10 إلى 15 دقيقة. هنبدأ على بركة الله بالبحث الأول بعنوان فعالية تقنية الواقع الافتراضي الغامرة في تنمية التحصيل الدراسي في مادة التربية الإسلامية لدى طالبات الصف 11 واتجاهاتهن نحو التقنية بسلطنة عمان، للباحثة سجاء بنت سعيد الفارسية ودكتور محسن صالح ناصر السليمي. دكتورة سجاء موجودة أو دكتور محمد ناصر محسن ناصر؟ السلام عليكم، موجودة يا دكتورة. تفضلي يا دكتورة سجاء، معاكي 15 للتحدث، اتفضلي بالعرض إن شاء وعرفي الله. نفسك بعد إذن حضرتك، يعني سيرة ذاتية مختصرة، وضحي بس حضرتك الوظيفة وأهم يعني إنجازاتك. الشاشة ظاهرة دكتورة. ظهرت، تمام، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله المتفرد بالكمال والجلال، محقق الآمال ومقدر الآجال، المضفي على من يشاء من عباده حميد الخصال، والصلاة والسلام على أحسن خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الأفاضل الأساتذة والإخوة والأخوات، الزملاء والزميلات، أحييكم بتحية أهل الجنان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محدثتكم سجاء بن سعيد بن خميس الفريسية من جامعة السلطان قابوس، طالبة دكتوراه في السنة الرابعة. أقدم لكم ورقتي المعنونة بفاعلية تقنية الواقع الافتراضي الغامرة في تنمية التحصيل الدراسي في مادة التربية الإسلامية لدى طالبات الصف الحادي عشر واتجاهاتهم نحو التقنية المستخدمة في سلطنة عمان. المقدمة: تغيرت صورة التعليم مع بداية القرن الحادي والعشرين لتواكب تطور المعرفة في مختلف مجالات الحياة، يا فالتعليم دكتورة اليوم أستاذة سجاء، بعد إذنك حركي العرض أو استخدمي البي دي إف لو عندك بي دي إف عشان العرض يتحرك معانا، لأن الشاشة هتفضل ثابتة على الشاشة الأولانية. الحين أنا الشريحة الثانية ما ظاهرة؟ هي مش ظاهرة عندنا، يا إما استخدمي العرض اللي هو العريض، يعني اللي هو العرض الواسع، بس لحظة أو أحول لو البيت. حولي بي دي إف. تمام، الحين ظاهر دكتورة؟ نعم، تفضل. تغيرت صورة التعليم مع بداية القرن الحادي والعشرين تواكب تطور المعرفة في مختلف مجالات الحياة، فالتعليم اليوم تحول من النمط التقليدي المعتاد إلى مواكبة بيئات التعليم الإلكترونية. هذه الصورة المتغيرة غير ثابتة، فهي متغيرة على الدوام. وانطلاقا من التحديات المتجددة التي تواجه الطلبة في مختلف مستويات نموهم التعليمي، الأمر الذي وجه كبار شركات التقنية في العالم إلى أن توجه جل اهتمامها نحو تقنيات التعليم من خلال سلسلة من البرمجيات والتطبيقات التي غيرت رؤية واقع التعليم المستقبلي الذي ينظر إليه على أنه بوصلة الاتجاه لإكساب الطلبة المهارات والاتجاهات التي تمكنهم من النمو الحقيقي. ويأتي استخدام البيئات الافتراضية في مقدمة التقنيات الحديثة التي تم توظيفها تعليميا في شتى أنحاء العالم عبر مختلف المستويات التعليمية، بدءا من رياض الأطفال وحتى التعليم الجامعي. ومن هذه البيئات الافتراضية ظهر ما يعرف بالواقع الافتراضي، الذي يتكون من دمج الوسائط المتعددة لتوفر عوالم متعددة الأبعاد تحاكي بيئات افتراضية في أي مكان في العالم، حيث تعطي الطالب فرصة تجربة بيئات مختلفة حول العالم. ومن خلال هذه التقنية تسمح للطالب بالتفاعل مع البيئة الافتراضية بإيجاد تجارب حسية تشمل السمع والبصر واللمس والذوق وحتى الشم. الدراسة الحالية متفردة عن باقي الدراسات السابقة التي تناولت هذه التقنية، وذلك لتميزها بالتركيز على استخدام تطبيق تعليمي صمم وفق بيئة الواقع الافتراضي الغامرة في وحدة السيرة النبوية في منهج الصف الحادي عشر في سلطنة عمان. وقد اعتمد في تصميمه على مراجعة علمية دقيقة لبعض الأحداث التاريخية كالمعارك الإسلامية وطبيعة البيئة العمرانية في المدينة المنورة. إن شاء الله إذا صار يعني فرصة إني أعرض جزء من البيئة الافتراضية سأعرضه إن شاء الله، وذلك لتحقيق أكبر قدر من الفاعلية من خلال فكرة الانغماس والتفاعل التام اللي هي التجربة التعليمية، مما يؤدي إلى زيادة فرص التعليم عند الطلبة. تقوم هذه الدراسة على النظرية المعرفية للوسائط المتعددة لما يرى، وتتم عملية التعلم من خلال الوسائط المتعددة من خلال استقبال المعلومات عن طريق قناتين منفصلتين، هما القناة البصرية والقناة السمعية. ثم يبرمج الدماغ المعلومات التي استقبلها أثناء عملية التعلم، ووفق ما لكي تحدث عملية التعلم بشكل أفضل، لا بد من استثمار القناتين معا بدمج العناصر البصرية والسمعية معا. وتشمل هذه النظرية أو تتكون هذه النظرية من ثلاثة أنواع من الذاكرة، هي الذاكرة طويلة المدى والذاكرة العملية والذاكرة الحسية. بالنسبة لمشكلة الدراسة وأسئلتها، طبيعة موضوعات مادة التربية الإسلامية تجعلها من المواد الدراسية ذات الطبيعة التجريدية،
ذات الطبيعة التجريدية للكثير من موضوعاتها، كما أن كتب التربية الإسلامية لا توجه الطلبة بشكل واضح إلى اكتساب القيم والحقائق والمعارف بصورة عملية، لذا تتحدد المشكلة في ضعف الطالبات الواضح في استيعاب دروس وحدة السيرة النبوية في الصف الحادي عشر، ويتركز ذلك في صعوبة فهم واستيعاب المفاهيم الجامدة والربط بين تسلسل الأحداث واستنتاج الدروس المستفادة من المعارك الإسلامية، بالإضافة إلى عدم مقدرة بعضهن على تصور المواقف المجردة والغيبية الواردة في الوحدة، كما أن معظم معلمات مادة التربية الإسلامية لا زال يعتمدن على الوسائل التقليدية في شرح الدروس في وحدة السيرة النبوية. وحيال هذه التحديات وغيرها، فإن استمرار معلمات التربية الإسلامية في اتباع النمط التقليدي أمر غير مقبول، خاصة مع تسارع توظيف التقنيات الحديثة، الأمر الذي يؤثر سلبا على تحصيل الطالبات في المادة، وأصبح من الضروري توظيف التقنيات الحديثة من أجل دفع العملية التعليمية نحو جودة التحصيل الدراسي، ولتفعيل دور الطالبة في الوصول للمعرفة وذاتية التعليم وتفريده. وسعيا لمواكبة السياسات الجديدة التي تتبناها السلطنة بعد جائحة كوفيد 19 نحو توظيف موسع للتعليم المدمج بهدف تحقيق أبرز النتاجات التعليمية وتحسين وسائل تدريس محتوى المناهج الدراسية، ليس في محتوى مادة أو منهاج مادة التربية الإسلامية فقط، بل في جميع المواد الدراسية المقررة، فضلا عن تشكيل اتجاهات إيجابية نحو التقنيات الحديثة والتشجيع على توظيفها في شرح الدروس المختلفة. جاءت هذه الدراسة لتقصي فاعلية تقنية الواقع الافتراضي الغامرة باعتبار هذا المتغير مدخلا مهما في تحصيل الطالبات الدراسي. ومن هذه الحيثيات السابقة تطرح الدراسة أسئلتها على النحو الآتي: السؤال الأول، ما فاعلية تقنية الواقع الافتراضي الغامرة في تنمية التحصيل الدراسي في مادة التربية الإسلامية لدى طالبات الصف الحادي عشر في ولاية السويق بسلطنة عمان؟ السؤال الثاني، ما اتجاهات طالبات الصف الحادي عشر نحو تقنية الواقع الافتراضي الغامرة في تدريس مادة التربية الإسلامية في ولاية السويق؟ بالنسبة لأهداف الدراسة وأهميتها، سعت هذه الدراسة لتحقيق الأهداف الآتية: تحديد فاعلية تقنية الواقع الافتراضي الغامرة في تنمية التحصيل الدراسي بمادة التربية الإسلامية لدى طالبات الصف الحادي عشر، التعرف على اتجاهات الطالبات نحو تقنية الواقع الافتراضي في تدريس مادة التربية الإسلامية في ولاية السويق. تبرز أهمية الدراسة الحالية لاعتبارات تربوية وتعليمية عديدة، أهمها أن الدراسة الحالية تساعد في تلبية مطالب السياسات التطويرية للتحول من التدريس التقليدي إلى التدريس المبني على التقنية الحديثة كتوظيف تقنيات الواقع الافتراضي. وظفت تقنية علمية تعد من أحدث التقنيات المعاصرة عبر تصميم بيئة افتراضية غامرة في مادة التربية الإسلامية. تضيف أيضاً الدراسة معرفة تربوية وعلمية للمكتبة العلمية العربية. توجه الدراسة أصحاب القرار في العملية التعليمية في نظام التعليم العام بتفعيل هذه التقنية في مناهج التربية الإسلامية، مما يقضي على أوجه الهدر القائمة في الوقت والجهد المبذول في تنمية الدافعية نحو التقنيات والتحصيل الدراسي. أيضا تفتح الدراسة الآفاق للباحثين لإجراء المزيد من الدراسات المشابهة في مواضيع تربوية أخرى ذات صلة بالدراسة الحالية. بالنسبة لحدود الدراسة ومصطلحاتها، الحدود الموضوعية: تناولت الدراسة دروس وحدة السيرة النبوية من كتاب التربية الإسلامية للصف الحادي عشر للفصل الدراسي الثاني، بالإضافة إلى موضوعات الدراسة اللي هو الواقع الافتراضي وأنماطه وخصائصه. أما بالنسبة للحدود المكانية، هي كانت في مدرسة مريم بنت عمران للتعليم الأساسي في ولاية السويق بمحافظة شمال الباطنة في سلطنة عمان. بالنسبة للحدود البشرية، كان طالبات الصف الحادي عشر في التعليم ما بعد الأساسي. والحدود الزمنية كانت في الفصل الدراسي الثاني لعام 2023/2024. أما مصطلحات الدراسة الإجرائية، فالواقع الافتراضي يقصد به في هذه الدراسة هي البيئة المصطنعة عن طريق الحاسوب للمدينة المنورة ثلاثية الأبعاد، تمكن الطالبات من الانغماس والتجول والتفاعل مع مكوناتها. التحصيل الدراسي الإجرائي، فهم الطالبات لمواضيع السيرة النبوية ويقاس بالدرجة التي تحصل عليها الطالبة في الاختبار التحصيلي المعد. أما الاتجاهات نحو تقنية الواقع الافتراضي في هذه الدراسة، وهو التعبير عن قبول الطالبات لتقنية الواقع الافتراضي الغامرة من خلال استجابتهن على فقرات مقياس الاتجاهات نحو تقنية الواقع الافتراضي الغامرة. بالنسبة لمنهج الدراسة، تبعت الدراسة الحالية على المنهج الوصف التحليلي في الجانب النظري، وذلك لتكوين الإطار النظري للدراسة من خلال اطلاع الدراسات السابقة والأدبيات ذات الصلة بمتغيرات الدراسة الحالية.
اتبعت الدراسة أيضا المنهج شبه التجريبي في الجانب العملي من خلال تحديد مجموعتين هما الضابطة والتجريبية وتطبيق القبلي التي تضمن التحصيل الدراسي والاتجاه نحو تقنية الواقع الافتراضي للمجموعتين، ثم المعالجة اللي كانت هي البيئة الافتراضية الغامرة القائمة على تقنية الواقع الافتراضي، والتطبيق البعدي الذي تضمن التحصيل الدراسي والاتجاه نحو تقنية الواقع الافتراضي. أما عينة الدراسة فتكونت من 56 طالبة من طالبات الصف الحادي عشر موزعات على شعبتين، تم تعيينهم عشوائيا. المجموعة الضابطة تكونت من 32 طالبة والتجريبية من 24 طالبة. أدوات الدراسة تكونت الدراسة من أداتين، الاختبار التحصيلي ومقياس الاتجاه نحو تقنية الواقع الافتراضي. تم بناء المقياس أو الأداة الأولى اللي هو الاختبار التحصيلي من خلال جدول المواصفات، تم إعداد جدول المواصفات، تم اختيار نمط الاختيار المتعدد، تكون الاختبار من 30 سؤالا، تم تحكيمه عن طريق تم استخراج الصدق عن طريق تحكيمه وتعديل الملاحظات وفق لجنة التحكيم أو وتم التوصل إلى الثبات من خلال معامل الثبات الالتصاق الداخلي الذي بلغ قرابة 70 وهو معامل ثبات جيد. بالنسبة لمقياس الاتجاه نحو التقنية، تم الاطلاع على الدراسات السابقة في هذا المجال، تم بناء المقياس الذي تكون من 20 عبارة، تم توظيف نموذج ليكرت الخماسي لاستجابات الطالبات، تم تحكيم الأداء والتوصل وتعديل الملاحظات وفق لجنة التحكيم، وكان معامل الثبات الالتصاق الداخلي معامل مرتفع قرابة 80. بالنسبة لنتائج الدراسة، توصلت الدراسة لعدة نتائج أو للإجابة أو في البداية أجابت الدراسة على فرضياتها، حيث أثبتت النتائج التي يلخصها الشكل البياني الأول اللي هو نتيجة الاختبار التحصيلي البعدي للمجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية، ونلاحظ أن النتيجة لصالح المجموعة التجريبية مما يثبت الفرضية هي توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسط التحصيل الدراسي في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية، ومن خلال الشكل البياني الثاني اللي هو يوضح الفروق بين متوسطات الدرجات الاختبار التحصيلي في للمجموعة التجريبية التطبيق القبلي والتطبيق البعدي، ويلاحظ أن النتيجة لصالح التطبيق البعدي إذا تثبت الفرضية يتوجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسط درجات اختبار التحصيل الدراسي لدى المجموعة التجريبية لصالح القياس أو التطبيق البعدي. الإجابة على سؤال الدراسة الرئيس اللي هو كان ما فاعلية تقنية الواقع الافتراضي في تنمية التحصيل الدراسي، استخدمت الدراسة معامل كوهين للإجابة على السؤال، فكانت قيمة معامل كوهين تساوي 3.4 وهي من 10، وهي قيمة كبيرة مما يدل على تحقيق عدد كبير من الطالبات للتحسن أو التحسن المطلوب في التحصيل. ومن خلال الفرضيات وقيمة معامل كوهين نستنتج أن هناك فعالية، أن هذه التقنية هي فعالية فاعلة أو التقنية لها فاعلية كبيرة على الواقع الافتراضي، فاعلية تقنية الواقع الافتراضي الغامرة في تنمية التحصيل الدراسي لمادة التربية الإسلامية لدى العينة، وبالتالي فإن البيئة التعليمية التي تم إعدادها تزيد التحصيل الدراسي. بالنسبة للسؤال الثاني، تم التوصل إلى إجابة السؤال الثاني من خلال حساب متوسطات درجات استجابة أفراد العينة على مقياس الاتجاه نحو تقنية الواقع الافتراضي بين المجموعة الضابطة والتجريبية، ونلاحظ أن النتائج لصالح المجموعة التجريبية ما يجيب على الفرضية أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسط مقياس اتجاه نحو تقنية الواقع الافتراضي الغامرة في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية. ومن الشكل البياني الثاني الذي يقيس متوسطات مقياس الاتجاه نحو تقنية الواقع الافتراضي القبلي والبعدي، ونلاحظ فيه أن النتيجة لصالح المجموعة في المجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي مما يوجهنا نحو مما يدلنا على وجود فروق ذات دلالة إحصائية في متوسط درجات أفراد العينة في مقياس الاتجاه نحو تقنيات الواقع الافتراضي لدى المجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي. دكتورة وبذلك السجاد، نعم حاولي تختصري، حاولي تختصري لأن الوقت عدى، واعرضي بيئة الواقع الافتراضي، يعني حاولي جيد، تختصري. سمحت بإجابة فقط على السؤال الثاني. إذا استخدام تقنية الواقع الافتراضي الغامرة كانت ذات أثر إيجابي في توجيه طالبات
الصف 11 نحو تقنية الواقع الافتراضي. توصي الدراسة بتفعيل استخدام تقنية الواقع الافتراضي الغامرة في مادة التربية الإسلامية. توصي أيضا بتذليل الصعوبات التي تعيق تطبيق تقنية الواقع الافتراضي في المدارس. توصي بتأهيل معلمي التربية الإسلامية في مجال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لاستخدامها في تدريس المادة. توصي بدمج التقنية المنتجة في هذه الدراسة الحالية كنموذج يقدم في ورش خاصة بتوظيف تقنيات الواقع الافتراضي وتطبيقها في المدارس. بالنسبة لنموذج الدراسة ظاهر دكتورة، إن تخطى حاجز الزمان لنعم دكتورة ما ظاهر، زالت التوصيات، لا، شاشة التوصيات هي اللي ظهرت. لحظة بس بعيد مشاركة الشاشة. تفضل. كيف الحين؟ تمام، ظهرت. هذه البيئة المصطنعة للمدينة المنورة، وتتكون من عدة يعني من عدة أنشطة، وكل نشاط يتكلم عن مجموعة من الغزوات. تضمن 4 غزوات، غزوة بدر وأحد والأحزاب وحنين، بالإضافة إلى التعايش السلمي في المدينة المنورة. هذا التطبيق فاز بالمركز الأول على مستوى سلطنة عمان في قطاع التعليم، وحصل على حقوق الملكية الفكرية. بعرضكم قليل. الزمان لنعود لبلاد الحجاز وبالتحديد للمدينة المنورة، وسنستعرض من خلالها بعض تفاصيل الأيام الخالدة في تاريخنا تشرح لك بعض الأحداث. الهدف من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم المجتمع الجديد في المدينة ليحدد الحضور ولا تغيب، والقاتل والمقتول. لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك. أكتفي بهذا القدر. في الختام، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وصحبه وسلم. وعليه أفضل الصلاة والسلام. شكرا دكتورة سجاء على هذا العرض الكافي الوافي، في الحقيقة عرض متميز ومركز، وما شاء الله يعني بحث مرموق. هنعلق طبعا، هناخد المداخلات في نهاية الجلسة بخصوص هذا البحث، لكن هننتقل الآن إلى البحث الثاني بعنوان تصميم خلق بيئة عربية فعالة في قسم تعليم اللغة العربية بالجامعة المحمدية في أندونيسيا، للدكتور يوسف هارون ودكتور محمد نعيم مجيد. معنا دكتور يوسف أو دكتور محمد؟ يوسف موجود. تفضل يا دكتور يوسف، تفضل، أهلا بك، عرف نفسك ثم بدأ في العرض. جميل. الشاشة واضحة عندكم؟ نعم، واضح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله يا الأساتذة الكرام. اسمحوا لي أن أعرف لكم نفسي أولا. اسمي يوسف هارون يريما، طالب في جامعة المحمدية جوجكارتا في دولة إندونيسيا، وأنا طالب في قسم تعليم اللغة العربية من جنسية الكاميرون. بارك الله فيكم. وكتبت هذا البحث تصميم خلق بيئة عربية فعالة في قسم تعليم اللغة العربية بالجامعة المحمدية جاكرتا، استجابة لشكوى المستمرة من قبل الأساتذة وكذلك ما لاحظته خلال معاشر الطلاب. ويحتوي هذا العرض على خلفية البحث ومنهج البحث ومفهوم البيئة اللغوية والنتيجة، ثم استراتيجيات في تكوين البيئة اللغوية والخاتمة. نبدأ بالمقدمة، نبذة قصيرة عن هذا الموضوع. كما لا يخفى علينا، صار عالمنا اليوم، دكتور يوسف، نعم، يعني الغي الشاشة اللي هي العرض الشرائح اللي ورا بعضه، يا إما خلي حضرتك شاشة شريحة ورا شريحة أفضل، أو حول الملف PDF، يعني لأن العرض مش بيتحرك. اوكي. ممكن تصغر العرض وتعرض شريحة شريحة. هكذا نعم،
مناسب. اوكي جميل. خلفية البحث تبدأ قصيرة عن الموضوع. صار عالمنا اليوم منفتح وممتد الثقافات، مما جعل تعلم اللغات ضرورة لتعزيز الفهم والتسامح والسلام بين الشعوب. تعلم اللغة العربية خاصة له أهمية كبيرة لفهم القضايا الثقافية والاجتماعية والسياسية في العالم العربي والإسلامي. اللغة العربية بكونها خامس أكثر لغة تحدثا في العالم تلعب دورا مهما في التواصل الثقافي والديني والاقتصادي الدولي. تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها يمثل تحديا خاصة في إندونيسيا، حيث تدرس في المعاهد والمراكز والجامعات، وخاصة في جامعة المحمدية جوجاكرتا. يواجه في هذه الجامعة الطلاب صعوبات متعددة، ومن أبرزها استخدام اللغة المحلية في التدريس، مما يقلل من فعالية التعلم. وأيضا تعد مهارة ال وأيضا استخدام آه وأيضا وأيضا تواجه الطلاب اللغة قسم اللغة العربية المشكلات في الكلام، لأن مهارة الكلام هي من أهم المهارات اللغوية. ومع ذلك تجد طلاب القسم لديهم الصعوبات في التحدث باللغة العربية بطلاقة. لتحسين جودة التعليم اللغة العربية، يقترح الباحث إنشاء بيئة لغوية مناسبة تتضمن الانغماس في اللغة واستخدام مواد المتنوعة، بالإضافة إلى توفير الفرص للتفاعل مع الناطقين الأصليين. ومشكلة هذا البحث تتناول مشكلة هذا البعض في اللغة هذا البحث في اللغة العربية، على الرغم من أنهم طلاب قسم تعليم اللغة العربية بالجامعة، يواجه الطلاب صعوبات كبيرة جدا، وهي إحدى المهارات الأربع الأساسية. يعود هذا الضعف إلى عوامل متعددة، منها استخدام اللغة المحلية في التدريس، عدم وجود بيئة لغوية مناسبة، طرق التدريس غير فعالة، وأخيرا قلة التفاعل مع الناطقين الأصليين. ويحدث هذا البحث إلى تسليط الضوء على أسباب ضعف المستوى الطلاب، وإنشاء بيئة لغوية عربية فعالة، وأخيرا تحسين جودة التدريس في قسم تعليم اللغة العربية. واستخدم الباحث من في هذا البحث المنهج الاستقرائي بطريقة تحليلية وصفية، وتم طريقة جمع البيانات بطريقة الملاحظة والمقابلة والوثائق، وتم اختيار عينة البحث بطريقة عشوائية البسيطة. ثم ندخل في مفهوم البيئة اللغوية. هناك مفهومين للبيئة اللغوية: البيئة اللغوية الطبيعية والبيئة اللغوية الاصطناعية. البيئة اللغوية الطبيعية هي البيئة التي يترعرع فيها الإنسان وينمو ويتأثر مع غيره فيها، وهي التي تتفاعل بطريقة مباشرة في اكتسابه للغته الأم. وأما البيئة اللغوية الاصطناعية هي البيئة التي يتم إنشاؤها بطريقة صناعية، مثل البيئات الدراسية والبيئات التي يتم فيها استهلاك اللغة في شبكات التواصل ووسائل الإعلام وسائل الإعلام. والنتيجة لدينا 3 نقاط: مستوى الطلاب في العربية، واستخدام اللغة المحلية في التدريس، وعدم الهمة والدافعية. وأما ما يخص مستوى الطلاب في العربية، والغالب من طلاب قسم تعليم اللغة العربية في الجامعة أنهم لا يستطيعون التحدث باللغة العربية بشكل مقبول، ومستواهم يكاد يكون ضعيفا، وهذا يعود إلى عدم توفر بيئة تعليمية مناسبة لهم لممارسة اللغة العربية خلال أيام الدراسة في القسم. فالبيئة نفسها تلعب دورا محوريا في تطوير قدرات الطالب. وأما ما يتعلق بالبيئة اللغوية حاليا في قسم تعليم اللغة العربية بالجامعة المحمدية جوجاكرتا، فيستطيع الباحث القول بعدم وجودها، لما فيه من عجز
من عجز أغلبية الطلاب عن التحدث باللغة التي يدرسونها لسنوات، وهذا ما لاحظه الباحث خلال معاشرة الطلاب القسم تعليم اللغة العربية بالجامعة، وأيضا استخدام أغلبية المحاضرين اللغة المحلية أكثر من اللغة العربية، كما أكد ذلك رئيس القسم قائلا عند المقابلة: إن سبب ابتعاد الطلاب عن اللغة العربية هو استخدام الأساتذة هذا التخصص للغة المحلية بدلا من العربية. وزاد قائلا: إن المراجع العربية غير متوفرة في القسم، وهذا أيضا من أسباب ضعف البيئة اللغوية في القسم. وقال بعض الطلاب عندما قابلهم الباحث: البيئة التعليمية ضعيفة جدا ولا تساعد الطلاب على تطوير مهارته على تطوير مهارته اللغوية، فنحن ندرس اللغة العربية فأما البيئة فليست عربية. وأما من ناحية البرامج التعليمية أو من ناحية الدافعية، من ناحية دافعية طلاب قسم تعليم اللغة العربية بالجامعة في تعلم اللغة العربية، لاحظ الباحث أن أكثرهم لا يهتمون بالتحدث باللغة العربية. وإذا سألتهم لماذا هذا الإهمال تجاه هذه اللغة التي يدرسونها خلال سنوات ولا يستطيعون التحدث بها بطلاقة ولو قليل، سيجيبونك عنهم يدرسون كيفية تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها أي لإخوانهم الإندونيسيين، وليسوا يدرسون اللغة العربية بما تعني الكلمة. وقليل منهم يرغبون في التحدث باللغة العربية ولديه دافعية لذلك. لذا تجد بعضهم في الحصص اللغوية أو في حصص اللغة العربية لا يهتمون بالدرس ويلعبون مع زملائهم، وهناك من تجده نائما أو متكاسلا عند تعليم اللغة العربية، وقليل من الطلاب يهتمون بالدرس اللغوي. ومن الملاحظ أيضا أن بعض الطلاب في قسم تعليم اللغة العربية يفضلون دروس اللغة الإنجليزية عن اللغة العربية، وعلة كل ذلك ظنهم أن اللغة العربية صعبة، وهذا لا يوافق المنطق، لأن اللغة الإندونيسية من أكثر اللغات تشابها باللغة العربية. لضيق الوقت ندخل مباشرة في استراتيجيات في تكوين البيئة اللغوية. أولا، لدينا النشاطات اللاصفية، عندنا هناك 6 نقاط ونبدأ بنشاطات اللاصفية. هي من أفضل استراتيجيات تعليم المحادثة، إعداد الطلاب للتدريب في التحدث في أثناء ظهورهم في أماكن الاجتماعية، فتطلب مشاركة التحدث مع الناس والمشاركة في النقاشات الجارية فيما بينهم في الحوارات، فهو منهج تعليمي غني بالمهارات اللغوية وخاصة الكلام. ثم ثانيا، إلزام كل أبناء القسم بالتحدث باللغة العربية. إن فرض استخدام لهذه اللغة داخل فصل التدريس خاصة في المواد اللغوية والدينية يمثل استراتيجية لها الكثير من المزايا الملموسة. يقدم هذا النهج تدريجيا ابتداء بالمستوى التمهيدي وينتهي إلى المستوى المتقدم. ويرى الباحث أن هذا الانغماس الكامل في اللغة يهدف لإعطاء فرصة فريدة للتعلم السريع واكتساب المهارة اللغوية وتعزيز الثقة واستقبال اللغوي، فضلا لتعزيز الفهم للهوية الثقافية العربية. ثم استخدام التكنولوجيا في تعلم اللغة العربية. تقدم التكنولوجيا المعاصرة الكثير من الخدمات المتنوعة لتعلم اللغة العربية بطريقة يسيرة وممتعة، مثل تطبيقات الهواتف الذكية. هناك الكثير من تطبيقات الهواتف الذكية التي تسهل الكثير وتساعد في عملية تعلم اللغة العربية، مثل دولينجو وميمورايز وغير ذلك. وأيضا استخدام مواقع إنترنت، وفيها الكثير من المواقع التي تقدم المراجع التعليمية لتعلم اللغة العربية، مثل Arabic Online .eu وموقع قناة الجزيرة العربية وموقع Arab Academy وما شابه ذلك. وأيضا استخدام قنوات يوتيوب، وفيها الكثير من مدرس اللغة العربية، حيث تمكن الطلاب من مشاهدة المحاضرات الفيديو تشرح كيفية استخدام اللغة العربية بطريقة صحيحة وملائمة. وثم ننتقل إلى النقطة الرابعة، وهي المحاورة مع الناطقين الأصليين.
يؤدي تفاعل مع المتحدثين الأصليين عنصرا أساسيا لأي شخص يتطلع إلى تحسين مهارته في التحدث باللغة الأجنبية وخاصة العربية، حيث توفر هذه التبادلات فرصة فريدة للمشاركة في محادثات حقيقية وتحسين نطق واكتساب الكلمات وتعابير جديدة، وقبل كل شيء فهم الثقافة المرتبطة باللغة بشكل أفضل. ويسمح التفاعل مع المتحدثين الأصليين بالانغماس في اللغة بشكل أكثر أصالة، لأنه من الضروري أخذ اللغة من أبنائها، فهم أعلم الناس بهذه اللغة، وهذا يقتضي التعايش معهم والانغماس بهم. ثم خامسا، استخدام الكتيب اللغة العربية، ونعني بذلك تجميع العبارات المتعلقة بالكلام. من وجهة نظري، أكثر استخداما في جميع أنواع التواصل المباشر مع الطلاب في أماكن اجتماعية مختلفة، تتطلب ممارسة الكلام باللغة المدروسة، وذلك مثل تحدث الطالب عن ذاته بذكر معلومات عن نفسه وعائلته والإجابة عن أسئلة متعلقة بذلك، وأيضا التعبير عن حوائجه الشخصية باستخدام مفردات وأفعال وأساليب التي تختص بشعوره وخياراته وتفسيراته، وكذلك التعريف بصديق له حيث يستخدم المتكلم عددا كبيرا من المفردات والعبارات التي تعبر عن حالته الاجتماعية للمعرف به من حيث اسمه ومسكنه ودراسته وما شابه ذلك. وننتقل إلى ثم ننتقل إلى النقطة الأخيرة، وهو تنظيم ورشات العمل مع الناطقين بالعربية. يعد تنظيم الدورات في القسم تعليم اللغة العربية بالجامعة مدينة جاكرتا خيارا مثاليا لهؤلاء الذين يرغبون في تعلم اللغة العربية للمبتدئين أو الذين يريدون تحسين قدراتهم اللغوية، كما تعد هذه الدورات فرصة نفيسة لنيل القدرات اللغة قاطبة. وبهذا نقول ندخل في الخاتمة. وفي الخاتمة يمكن أن نستنتج بعض النقاط. يمكن استنتاج عدة نقاط من هذا البحث حول تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. أولا، تحديات تعليم اللغة العربية. يواجه تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها تحديات متعددة، منها استخدام اللغة المحلية في التدريس وعدم توفر بيئة لغوية مناسبة تعزز ممارسة اللغة. هذا يؤثر سلبا على قدرات الطالب ولا تحدثه بطلاقة. ثانيا، أهمية البيئة اللغوية. إنشاء بيئة لغوية فعالة يلعب دورا كبيرا في تحسين مستوى الطلاب في اللغة. وثالثا، عنوان ضعف الأداء. ضعف المستوى الطلاب في التحدث بالعربية يرجع إلى عدة عوامل، منها عدم توفر مراجع عربية، استخدام الأساتذة للغة المحلية، والبرامج التعليمية التي لا تركز بشكل كاف على مهارة التحدث. ورابعا وهو الأخير، استراتيجيات التحسين. من الضروري تبني استراتيجيات جديدة لتحسين البيئة اللغوية، مثل تنظيم ورشات العمل، تخصيص أيام للتحدث باللغة العربية، وتقديم الدعم المستمر للطلاب والأساتذة. وبهذا أقول لكم شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور يوسف على العرض وعلى الالتزام بالوقت وعلى العرض الكافي والوافي والمختصر. ننتقل الآن إلى البحث رقم 3 بعنوان الحقائب التعليمية وتأثيرها في عملية التعلم الذاتي. الأستاذة الدكتورة لطيفة علي الكميشي. دكتورة لطيفة، حضرتك موجودة؟ نعم، دكتورة، أهلا وسهلا بحضرتك، أهلا بيك. تفضلي دكتورة، تفضلي. حاضر حاضر. هل واضحة الشرائح دكتورة؟ أيوة دكتورة. نعم، وضحت الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستهل عليكم هذه الجلسة العلمية بالصلاة والسلام على أشرف المرسلين والأنام محمد صلى الله عليه وسلم. الباحثة الأستاذ الدكتور لطفية علي الكميشي
جامعة طرابلس ليبيا، التخصص معلومات. الورقة بعنوان الحقائب التعليمية وتأثيرها في عملية التعلم الذاتي. واضح الصوت دكتورة؟ نعم، واضح وممتاز. مشكورة دكتورة. عفوا. الوسائط الإلكترونية تشكل جزءا أساسيا من المادة التعليمية، خصوصا في المواد العلمية التطبيقية، باعتبار أن الوسائط الإلكترونية تساعد المتعلم على التعلم في المكان الذي يريده دون تقيد. وهذه التقنيات تعمل على توافر قدر كبير من التفاعل النشط المتبادل بين المتعلم وخبرات التعليم، أيضا إتاحة تفريد التعليم، وتثري في مواقف التعليم العديد من مصادر التعلم لتصل إلى تحقيق معايير الجودة في النظم التعليمية. مشكلة الدراسة افتقار مؤسساتنا التعليمية إلى الاستفادة من التقنيات وتوظيفها لتطوير وتحديث العملية التعليمية والتربوية، وأن الانفجار المعرفي والسكاني أدى إلى عدم إتاحة فرص التعليم لأكبر عدد من السكان. من أهمية الدراسة محاولة إيجاد بيئة تعليمية جديدة مواكبة لمستحدثات ومستجدات العصر وتفي بمتطلبات القرن الجديد. أهداف الدراسة: التعريف بالتقنيات الحديثة في مجال التعليم، أيضا إبراز أدوار المعلم والمتعلم الجديدة، كذلك توظيف التقنيات الحديثة لخدمة العمليات التربوية، أيضا الأخذ بمفهوم التعلم الذاتي والتعلم عن بعد، كذلك ربط التعليم باحتياجات سوق العمل، أيضا مواكبة الحياة المهنية أو التعلم مدى الحياة. استخدمت منهج الدراسة، واعتمدت على المراجع النظرية للإنتاج الفكري في موضوع الحقائب التعليمية وتأثيرها في عملية التعلم الذاتي. نجي لمحاور الدراسة. نبدأ بمفهوم الحقائب التعليمية. وردت عدة مفاهيم، منها الحقيبة التعليمية هي برنامج محكم التنظيم يتضمن مجموعة من الأنشطة والبدائل التعليمية ويساعد المتعلم على تحقيق أهداف محددة. أيضا تعريف آخر هو بناء متكامل لمجموعة من المكونات اللازمة لتقديم وحدة تعليمية متضمنة مجموعة من الوسائل التعليمية، وتعد محاولة لتحقيق أهداف التعلم الذاتي، كما تساهم مساهمة فعالة في إتاحة فرص التعلم الذاتي. أيضا هناك تعريف آخر هو نظام الحقائب، نظام تعليمي يشتمل على مجموعة من المواد التعليمية المترابطة مصورة أو مطبوعة أو مجسمة أو جميعها معا، وهذه المواد تركز على موضوع واحد. من خلال التعاريف السابقة نصل إلى أن الحقيبة التعليمية تشكل برنامجا تعليميا متكاملا يشتمل عناصر متعددة ومتنوعة من الخبرات التدريسية، والتي يساهم في تصميمها وإعدادها من قبل فريق يضم مصمم التدريس وخبير في المادة التعليمية ومعلم المادة وخبراء فنيين لتطوير التقنية التعليمية اللازمة للحقيبة. نجي لأهمية الحقائب التعليمية. تفسح المجال أمام المتعلمين حتى يختاروا بحرية من النشاطات المتنوعة والتي ينبغي القيام بها. أيضا تتيح الفرصة لإيجاد نوع من التفاعل النشط بين المعلم والمتعلم، كذلك تشجع على تنمية صفتي تحمل المسؤولية وصنع القرارات لدى المتعلم، كذلك طريقة يمكن تطبيقها في مختلف ميادين المناهج الدراسية والتي تعمل على تحقيق الأهداف التربوية، كذلك طريقة يجد فيها المعلم والمتعلم مجالاً للخبرة التربوية والتسلية الهادفة. من ضمن خصائص الحقائب تساهم مساهمة فعالة
في إتاحة الفرصة للمتدرب في اختيار الأسلوب أو النشاط الذي من خلاله يصل إلى تحقيق الأهداف المحددة. دكتورة كذلك بعد إذنك عفوا، ممكن نعم نعم دكتورة، أيوة دكتورة، ثبت على شريحة. نعم دكتورة، عفوا حضرتك، حركي الشرائح، الشريحة عايزة تتحرك، الشاشة نعم سامعة. نعم نعم الشريحة فيها العناوين فقط وأنا تمام أشرح تمام العناوين. تمام أيضا من خصائص الحقيبة التعليمية تراعي الفروق الفردية بين المتعلمين من حيث نقطة بدء التعلم وسرعته وتعدد البدائل من الأنشطة. كذلك إعطاء المتعلم اهتماما كبيرا، لأن الحقيبة عبارة عن برنامج للتعلم الذاتي. نجي لمراحل وخطوات تصميمها. من مراحل تصميم الحقائب التعليمية تكمن في المرحلة الأولى كتابة النظرة الشاملة، وهذه الخطوة مقدمة عن موضوع الحقيبة. أيضا تحديد الأهداف التعليمية وصياغتها، يجب أن تكون الأهداف شاملة للمحتوى كما يجب أن تمثل الأهداف المستويات المختلفة للمجال المعرفي. أيضا المرحلة الثالثة إعداد أدوات القياس أي الاختبارات. تصاغ الاختبارات لقياس مدى تحقيق المتعلم لأهداف الحقيبة وتحديد نقطة البدء في دراسة الحقيبة. المرحلة الرابعة تحديد الأنشطة التعليمية والبدائل، طبعا بعد صياغة الأهداف السلوكية وإبراز فقرات الاختبارات، منها توضع الآن الأنشطة التعليمية التي تساعد المتعلم على تحقيق هذه الأهداف، ثم توضع اقتراحات أساليب وطرائق التعليم التي يتم فيها ممارسة هذه الأنشطة. المرحلة الخامسة هي تحديد الأنشطة الإثرائية والعلاجية. طبعا الحقيبة التعليمية تتضمن أنشطة إثرائية يمارسها الطلبة المتفوقون أو الذين تكون نسبة استيعابهم عالية ويفوقون زملائهم نتيجة وجود فروق فردية بينهم. وهذه الأنشطة تكون اختيارية لمن يرغب أن يمارسها بعد انتهاء تعلم الحقيبة. بالنسبة للمرحلة السادسة هي تنظيم انسيابي لمسار تعلم الحقيبة. أيضا في هناك أنشطة تعمق في محتوى الحقيبة. المرحلة الثامنة الاختبار البعدي. انجيلي فوائد الحقيبة التعليمية. من ضمن فوائد الحقيبة التعليمية طبعا مساعدة الطلاب في الحصول على معلومات متنوعة عن الواقع المعاش في ظل المعلوماتية. كذلك تعليم الطلاب تكرار استخدام البرمجيات مما يجعلها عادة حميدة لديهم ويساعدهم على استخدامها مستقبلا في حياتهم المهنية والعمل على تطويرها. كذلك الحقيبة لها فائدة في أنها تساعد على تعزيز أهداف المنهج الدراسي. أيضا حصول الطالب على أنواع متعددة من الخبرة والنماذج المتنوعة لعرض المادة التعليمية. الحقيبة لها تقويمها، مثلا هناك نوعان من التقويم، لهما غرضان مختلفان من أغراض التقويم، اللي هو التقويم التكويني والتقويم الختامي. التقويم التكويني يعني إجراء التقويم أثناء عملية التصميم والإعداد وقبل الاستخدام النهائي بهدف تحسين المادة التعليمية واكتشاف العيوب ومن ثم إصلاح وعلاج هذه العيوب. التقويم الختامي يعني إجراء التقويم بعد الانتهاء من تصميم الحقيبة التعليمية. نأتي إلى الشريحة الأخرى، التعلم الذاتي. مفهوم التعلم الذاتي طبعا ورد بعدة دكتورة عفوا، أيام. يعني نعم باقي دقيقتين، حاضر يعني أرجو حاضر الاختصار. حاضر حاضر. التعلم الذاتي هو الأسلوب الذي يقوم به المتعلم باكتساب المعارف والمعلومات والمهارات مستخدما الكتب أو أي وسيلة أخرى.
وهو أيضا تعريف آخر هو العملية التي يسعى فيها المتعلم إلى اكتساب المعلومات والمهارات حسب سرعته الذاتية مع توجيه إرشادات المعلم. أحاول أختصر بقدر الإمكان. هناك مصادر التعلم الذاتي، المؤسسات التعليمية، أيضا دور الكتب والمكتبات العامة والخاصة، أيضا وسائل الإعلام المختلفة مثل الإذاعة والأشرطة السمعية والمرئية، أيضا المطبوعات والنشرات والدوريات. هناك متطلبات تطبيق التعلم الذاتي، متطلبات المكان، مقاعد فردية سهلة الحركة، نقط كهربائية، أجهزة معينة، خزانة ملفات. متطلبات إنتاجية مثل أدوات رسم، شفافيات وأقلام، جهاز حاسوب، لوحات عرض. أيضا المكتبة تزويدها بالكتب اللازمة، إعداد ركن لإنتاج المواد التعليمية اللازمة. من عوامل نجاح التعلم الذاتي على المستوى الفردي حيث يتطلب تحديد الهدف، تخطيط البرنامج، تنظيم الدراسة، المكان المناسب، لوازم الدراسة، حوافز الإنجاز. على المستوى العام حيث يتطلب البحث والتجريب لتحديد الإدارة والتنظيم والميزانية. طبعا من ضمن طرق التعلم الذاتي اللي هو البحث المستمر والاستقصاء من خلال محركات البحث ومصادر المعلومات، أيضا الكتب والقراءة، فللمطالعة مطالعة دور كبير في تعلم واكتساب المعلومات، أيضا التجربة قدر الإمكان فهي أكبر معلم، كذلك التعلم المبرمج من خلال جداول وتسلسل منظم، كذلك وسائل الإعلام المختلفة، البرامج التعليمية باستخدام الإنترنت، أيضا الأنشطة الثقافية. فنصل إلى فوائد التعلم الذاتي، مثلا الحصول على خبرة أكبر تساعد في النجاح المهني والعلمي، اكتساب المهارات اللازمة بأقل التكاليف، أيضا الانفتاح المعرفي ومتابعة التطور، كذلك المساهمة في بناء المجتمع وتحسينه وجعله هادفا وبناء. حفاظا والتزاما بالوقت المخصص، حاولت سرد الأهم على المهم. شكرا ختاما جزيلا. ختاما دكتورة، وفقكم الله جميعا لما تصبون إليه من مساع وأهداف سامية، هو مولانا ونعم الوكيل. مشكورين. شكرا السلام جزيلا عليكم دكتورة ورحمة الله مكارم. وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتورة على هذا العرض. ننتقل الآن إلى البحث رقم 4، دكتورة أمن عبد الحفيظ، دور تقنيات المعلومات للتعليم الجامعي وفق استراتيجية الجودة الشاملة، دراسة ميدانية لأعضاء هيئة التدريس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أعتقد جامعة طرابلس. دكتورة أمنة موجودة؟ دكتورة أمنة عبد الحفيظ. أستاذ عدنان. إلى الآن للأسف لم تدخل معنا الدكتورة آمنة، تواصلنا معها لكن كانوا في عندها خلل تقني، فحبذا لو ننتقل إلى الدكتورة. ننتقل إلى الدكتورة، دكتورة نعم غنى محمد جهاد موسى، هل موجودة؟ نعم دكتورة غنى موجودة معنا. طيب ننتقل إلى نعم البحث نعم الخامس. أهلا وسهلا يا دكتورة غنى. أهلا ننتقل وسهلا. إلى البحث الخامس، التدريب الريادي لاكتساب طلبة دبلوم التأهيل التربوي مهارات تصميم فيديو تعليمي تفاعلي، دكتورة غنى محمد جهاد موسى. تفضلي يا دكتورة، عرفي نفسك وابدأي بالعرض. تمام، هل العرض واضح؟ نعم واضح، أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا ومرحبا بكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم دكتورة غيرة محمد جهاد موسى، دكتوراه تكنولوجيا التعليم من كلية التربية جامعة دمشق، محاضرة في كلية التربية بجامعة دمشق والجامعة الافتراضية السورية، وعضو هيئة التدريس في كلية العلوم الإنسانية في جامعة ميد أوشن. الأساتذة الأفاضل، الأخوة والأخوات، تحية طيبة لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان بحثي: التدريب الريادي لإكساب طلبة دبلوم تأهيل تربوي مهارات تصميم فيديو تعليمي تفاعلي.
ما عم تقلب الصورة. ليش؟ تعد الرياضة محرك لازدهار الاقتصادي للدول، فلا بد أن يكون رواد الأعمال مؤهلين لمواكبة المهارات المطلوبة لسوق العمل كل ضمن اختصاصه، ويعد إعداد الشباب من خلال مسارهم التعليمي أحد العوامل التي لها دورا مهما في تأهيلهم لسوق العمل. هل الصوت واضح؟ نعم، واضح، ممتاز. نعم، إذ يهدف التعليم الريادي إلى إعداد جيل جديد من الرياديين يصنعون إبداعاً على شكل منتج أو خدمة أو مدخل جديد في الأعمال، بهدف تغيير نمط التفكير التقليدي للطلبة إلى أنماط التفكير الحديثة المبنية على الإبداع والابتكار والتجديد. ونظرا للتطورات الكبيرة التي شهدها العالم خاصة بعد أزمة كورونا ولجوء الدول إلى التعليم الإلكتروني والتعليم من بعد، أصبح تصميم الفيديو التعليمي التفاعلي أحد المهارات المهمة في عصرنا الحالي. فالفيديو وسيلة فعالة لتوصيل المعلومات بطريقة سهلة وممتعة، ويوظف في مجالات عدة من مثل مجال التعليم، مجال التدريب، ومجال التثقيف، ومجال التوعية. وقد لاحظ حثة من خلال عملها في مجال التدريس على زمر التربية العملية في كلية التربية بجامعة دمشق أنه يوجد قصورا فيما يتعلق بتوظيف المعلمين لمقاطع فيديو تعليمية مناسبة للمناهج التعليمية. على الرغم من وجود الكثير من مقاطع الفيديو التعليمية على شبكة الإنترنت، إلا أن معظمها يفتقر للأساليب التربوية في تقديم المعلومات، أو أنه يحتاج إلى تحرير ليتناسب مع المفاهيم المتضمنة في المناهج التعليمية المحلية. كما أظهرت نتائج دراسات سابقة وتوصياتها أن استخدام الفيديو التعليمي يحسن التعلم ويزيد من فهم الطلاب للموضوعات المقدمة لهم. ومن خلال دراسة استطلاعية قامت بها الباحثة على مجموعة من طلبة دبلوم تأهيل تربوي تخصص معلم صف من خارج عينة البحث الأساسية، بلغ 22 طالباً وطالبة تبين أن 95.45% من الطلبة ليس لديهم معرفة بمهارات تصميم الفيديو التعليمي التفاعلي، ولا يمتلكون مهارات استخدام برنامج كامتازيا ستوديو، ولديهم رغبة في اكتساب هذه المهارات. كما تبين أن نسبة 90.90 منهم لم يقوموا بتصميم فيديو تعليمي تفاعلي من قبل. ما سبق كله يعد دليلا على حاجة الطلبة للتدريب على مهارات تصميم فيديو تعليمي تفاعلي وفق مواصفات تأليف الفيديو التعليمي التفاعلي ومعاييره، بوصفه عنصرا أساسيا في مجالات العمل كافة في عصرنا الحاضر. هذا ما دفع الباحثة وعزز عملها في تصميم برنامج تدريبي ريادي بغرض إكساب طلبة دبلوم تأهيل تربوي مهارات تصميم فيديو تعليمي تفاعلي باستخدام برنامج كامتازيا ستوديو في محاولة لعلاج مشكلة صعوبة تعلم مهارات التصميم التعليمي التفاعلي لدى الطلبة، لعله يكون حلاً من بين حلول كثيرة قد يطرحها الباحثون لعوز مهارات تصميم فيديو تعليمي تفاعلي. وبذلك تتحدد مشكلة البحث بالسؤال الآتي: ما فاعلية التدريب الريادي لإكساب طلبة دبلوم تأهيل تربوي مهارات تصميم فيديو تعليمي تفاعلي؟ تأتي أهمية البحث بأنه يعزز اتجاه القائمين على العملية التعليمية نحو أهمية الفيديو التعليمي التفاعلي ودوره في التعلم، كما أنه يعد استجابة موضوعية للتوجه العالمي نحو تطوير استراتيجيات التعليم والتدريب والتوجه الفعلي نحو تنمية المهارات الريادية من مثل التفكير الإبداعي والابتكار والعمل ضمن فريق وتوليد الأفكار لدى الطلبة. يسهم في الإعداد المهني لطلبة دبلوم تأهيل تربوي، وذلك من خلال إكسابهم مهارات تصميم فيديو تعليمي تفاعلي مبتكر. أما أسئلة البحث فقد حاول البحث الحالي الإجابة عن الأسئلة الآتية:
ما المهارات الأساسية والفرعية لتصميم فيديو تعليمي تفاعلي باستخدام برنامج كامتازيا ستوديو؟ ما طبيعة التدريب الريادي في اكتساب الطلبة مهارات تصميم فيديو تعليمي تفاعلي باستخدام برنامج كامتازيا ستوديو؟ ما مراحل التدريب الريادي المستخدم في اكتساب الطلبة مهارات تصميم فيديو تعليمي تفاعلي باستخدام برنامج كامتازيا ستوديو؟ ما فاعلية التدريب الريادي في اكتساب الطلبة مهارات تصميم فيديو تعليمي تفاعلي باستخدام برنامج كامتازيا ستوديو؟ ما فاعلية التدريب الريادي في درجة احتفاظ الطلبة بالتعلم؟ فرضيات البحث: تم اختبار فرضيات البحث عند مستوى دلالة 0.05. الفرضية الأولى: لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد العينة في التطبيقين القبلي والبعدي للاختبارات الأدائية. الفرضية الثانية: لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد العينة في التطبيقين البعدي والمؤجل للاختبارات الأدائية. أما حدود البحث، فالحدود العلمية مهارات تصميم فيديو تعليمي تفاعلي باستخدام برنامج كامتازيا ستوديو. أما الحدود المكانية فقد طبقت أدوات البحث في كلية التربية بجامعة دمشق. الحدود البشرية: عينة من طلبة دبلوم تأهيل تربوي اختصاص معلم صف في كلية التربية بجامعة دمشق. أما الحدود الزمانية فقد طبقت أدوات البحث في العام الدراسي 2023-2024. من مصطلحات البحث وتعريفاته الإجرائية، عرفت الباحثة التدريب الريادي إجرائيا بأنه خطة تعليمية تركز على غرس المهارات الريادية من مثل التفكير الإبداعي والابتكار والتفكير الناقد وتوليد الأفكار الجديدة والعمل ضمن فريق. وتهدف هذه الخطة التعليمية إلى إكساب الطلبة مهارات تصميم فيديو تعليمي تفاعلي باستخدام برنامج كامتازيا ستوديو. تتألف الخطة التعليمية من 5 وحدات تعليمية من إعداد وتصميم الباحثة. تضم كل وحدة تعليمية الهدف العام للوحدة الأهداف التعليمية، وتشمل الأهداف مستوياتها معرفية ومهارية ووجدانية، والمحتوى التعليمي لكل وحدة تعليمية، والتقويم النهائي لكل وحدة على حدة، والأنشطة والمهمات التعليمية التي يؤديها الطلبة بشكل جماعي أو بشكل فردي. يعرف الفيديو بأنه شكل من أشكال الوسائط المتعددة التي تنقل المعلومات من خلال القنوات الحسية السمعية والبصرية. وعرفت الباحثة مهارات تصميم فيديو تعليمي تفاعلي إجرائياً بأنه قدرة الطالب على التخطيط والتصميم والتنفيذ والتصوير والتقويم لإنتاج فيديو تعليمي تفاعلي مبتكر معد بوساطة الحاسوب باستخدام برنامج كامتازيا ستوديو، يحفز دافعية الطالب نحو التعلم لتحقيق أهداف تعليمية محددة. اعتمد في البحث المنهج التجريبي ذو المجموعة الواحدة لمناسبته طبيعة البحث الحالي. أما بالنسبة إلى مجتمع البحث وعينته، فقد تكون المجتمع الأصلي للبحث من جميع طلاب دبلوم تأهيل تربوي تخصص معلم الصف للعام الدراسي 2023-2024. أما عينة البحث فقد اختيرت بطريقة قصدية من المجتمع الأصلي من طلاب دبلوم تأهيل تربوي اختصاص معلم الصف في كلية التربية بجامعة دمشق. بلغ عدد العينة 24 طالبا وطالبة ممن لديهم رغبة بالتعلم. متغيرات البحث: المتغيرات المستقلة هي طريقة التدريب الريادي التي تركز على تنمية مهارات ريادية لدى الطلبة. أما المتغيرات التابعة فهي أداء الطلبة عينة البحث لمهارات تصميم فيديو تعليمي تفاعلي باستخدام برنامج كامتازيا ستوديو. أدوات البحث لتحقيق أهداف البحث: أعدت الأدوات الآتية: البرنامج التدريبي الريادي ككل، والذي يتضمن أدوات تقويم البرنامج التدريبي الريادي، هي اختبارات أدائية قبلية بعدية مؤجلة، وبطاقة الملاحظة قبلية بعدية مؤجلة. مراحل تصميم البرنامج التدريبي الريادي:
تم الاطلاع على بعض نماذج التصميم التعليمي في أدبيات تكنولوجيا التعليم، واختير نموذج التصميم العام كونه أساس لكل نماذج التصميم التعليمي، ويتكون من المراحل الخمس الآتية: التحليل والتصميم والتطوير والتنفيذ والتقويم. بني البرنامج التدريبي وفق نموذج التصميم العام، فكانت المرحلة الأولى هي مرحلة التحليل، وهي تمثل حجر الأساس لمراحل تصميم التعليم كلها. تتضمن تحديد الهدف العام للبرنامج التدريبي الريادي، وهو إكساب طلبة دبلوم تأهيل تربوي تخصص معلم الصف، مهارات تصميم فيديو تعليمي تفاعلي باستخدام برنامج كامتازيا ستوديو. كما تم تحليل خصائص المتعلمين المستهدفين، وهم طلبة من خريجي كليات مختلفة من الجامعات السورية تخصص معلم صف، التحقوا ببرنامج دبلوم تأهيل تربوي الذي قدمته كلية التربية بجامعة دمشق. روعي التشابه والتقارب في أفراد العينة من حيث العمر، حيث كان عمر الطلبة ما بين 22 إلى 25 سنة، وأيضا من حيث المعارف ومن حيث مستوى التحصيل العلمي للطلبة بمعدل جيد فما فوق في مرحلة الإجازة، بالإضافة إلى مراعاة رغبتهم في التدرب على مهارات تصميم فيديو تعليمي تفاعلي. أما المرحلة الثانية وهي مرحلة التصميم، تمت صياغة الأهداف العامة والأهداف التعليمية للوحدات التعليمية، حيث كان لكل وحدة تعليمية هدف عام وأهداف تعليمية مشتقة من الهدف العام للوحدة. تحديد مهارات تصميم فيديو تعليمي تفاعلي باستخدام برنامج كامتازيا ستوديو هي عبارة عن خمس مهارات أساسية مكونة للمحتوى التعليمي بالبرنامج التدريبي الريادي. هذه المهارات الأساسية هي مهارة تخطيط وإنشاء سيناريو الفيديو التعليمي التفاعلي، مهارات تصميم وإنتاج الوسائط المتعددة، مهارة تنفيذ الفيديو التعليمي التفاعلي، مهارة تطوير المؤثرات في الفيديو التعليمي التفاعلي، ومهارة التقويم في الفيديو التعليمي التفاعلي. ثم حددت المهارات الفرعية لكل مهارة من هذه المهارات الأساسية. ثالثا، تحديد عناصر المحتوى للمهارات التعليمية وتجميعها في دروس ووحدات. روعي عند تصميم المحتوى إمكانات برنامج كامتازيا ستوديو في تصميم الفيديو التعليمي التفاعلي، مع التركيز على تنمية وغرس مهارات التعليم الريادي مثل تنمية التفكير في تصميم الفيديو، التفكير الناقد في تحليل الفيديو، والابتكار وتوليد الأفكار الجديدة لدى الطلبة. تصميم الاختبارات الأدائية قبلية وبعدية ومؤجلة هي ثلاثة اختبارات أدائية. الاختبار الأول اشتمل على 22 سؤال، الاختبار الثاني اشتمل على 18 سؤال، الاختبار الثالث اشتمل على 19 سؤال. كما وضع سلم لتصحيح الاختبارات من خلال إعداد بطاقة ملاحظة لتقويم أداء الطلبة. تصميم بطاقات الملاحظة القبلية البعدية المؤجلة جاءت على شكل قوائم مراجعة، بحيث يكون لكل بند من بنود الاختبارات مستويان محقق أو غير محقق. إذا أدى الطالب المهارة فيكون البند محقق، إذا لم يؤدي المهارة فيكون البند غير محقق، ويعطى المفحوص في حال أدى المهارة بالشكل الصحيح درجة واحدة، وإذا لم يؤدي المهارة درجة الصفر. المرحلة الثالثة وهي مرحلة التطوير والإنتاج، تشتمل على إنتاج الوسائط السمعية والبصرية الداعمة في التدريب. أعدت صورا دكتورة بعد إذنك توضيحية. أختصر، دكتورة غنى، نعم، حاضر دكتورة غنى حاضر. أختصر، نعم حاضر. أعدت صورا توضيحية ومجموعة من مقاطع الفيديو لكل مهارة من مهارات تصميم الفيديو. إنتاج عناصر التعلم، حيث روعي بتصميم جلسات تدريبية التركيز على تنمية مهارات التعليم الريادي. كما صممت الأنشطة التعليمية في البرنامج التدريبي وفق استراتيجيات تغرس هذه المهارات لدى الطلبة. المرحلة الرابعة وهي مرحلة التنفيذ، تمت على مرحلتين: التجربة الاستطلاعية والتجربة النهائية، وأخيرا المرحلة الخامسة مرحلة التقويم. تطبيق التجربة النهائية، جلسة تعريفية قامت بها الباحثة بهدف تعريف الطلبة بمهارات تصميم الفيديو التعليمي التفاعلي وأهمية هذه المهارة بالنسبة إليهم. تم اختيار أفراد عينة البحث الأساسية بطريقة قصدية ممن تتوفر لديهم الرغبة بالتعلم، تطبيق الاختبارات الأدائية المصححة ببطاقة الملاحظة قبليا، تطبيق جلسات البرنامج التدريبي عددها 6 جلسات تدريبية، تطبيق الاختبارات الأدائية المصححة، وتطبيق الاختبارات الأدائية
المصححة أيضا ببطاقة الملاحظة بعد 18 يوم، وأخيرا رصد النتائج. نتائج البحث: فعالية التدريب الريادي في إكساب طلبة دبلوم تأهيل تربوي، مهارات تصميم فيديو تعليمي تفاعلي باستخدام برنامج كامتازيا، إذ إن نسب الكسب المعدل في الاختبارات الأدائية الثلاثة تراوحت ما بين 1.66 و1.70، وكلها أعلى من نسب الكسب المعدل المعيارية التي حددها بلاك 1.2. أيضا وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات أفراد العينة في التطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدي، عدم وجود فرق ذو دلالة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد العينة في التطبيقين البعدي والمؤجل للاختبارات الأدائية، فعالية التدريب الريادي في درجة احتفاظ الطلبة بالتعلم. مقترحات البحث: ضرورة دورات تدريبية وندوات وورش عمل الجامعات للتوعية ونشر ثقافة التعليم والتدريب الريادي، تدريب المعلمين وتزويدهم بالمهارات الضرورية للتصميم التعليمي الإلكتروني التفاعلي بما يلبي احتياجات العملية التعليمية ويتناسب مع التطورات الحديثة للتعليم، الاهتمام بإعداد برامج تدريبية تركز على غرس مهارات ريادية عند الطلبة المعلمين وتضمينها بالجانب العملي للمقررات الجامعية، تحديث المقررات الدراسية في الكليات لتواكب الحركة العالمية في التعليم والابتكار وريادة الأعمال، وإجراء مزيد من الدراسات حول استخدام استراتيجيات حديثة وتطبيقها في الجانب العملي للمقررات الدراسية للطلبة الجامعيين. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا شكرا دكتورة غنى، شكرا على شكرا هذا لكم، العرض. شكرا لكم. عفوا. هننتقل الآن إلى البحث السادس، وهو بحث بعنوان دمج التعليم الأكاديمي بإنشاء المشاريع في ظل التوجه الجديد للجامعات الجزائرية. دكتورة فاطمة زهرة بن قايد. دكتورة فاطمة موجودة؟ سعادة البروف مروة، الدكتورة فاطمة للأسف اعتذرت قبل قليل، و يعني ننتقل مباشرة إلى الدكتورة منى. تمام. دكتورة منى بشير طرشة موجودة؟ دكتورة منى، الرؤية المستقبلية لمناهجنا التعليمية في إطار التنمية المستدامة. دكتورة منى هل موجودة بالقاعة؟ نعم دكتورة موجودة الآن، إن شاء الله تتداخل. تمام. طيب، نعرض البحث السادس، الرؤية المستقبلية لمناهجنا التعليمية في إطار التنمية المستدامة، المبدأ والمحتوى والاستراتيجيات. دكتورة منى بشير طرشة، تفضلي يا دكتورة منى. بدأ هل خلاص، العرض واضح لكم؟ واضح واضح، تفضلي يا دكتورة، نعم. عرفي نفسك بعد إذنك. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام السلام ورحمة عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للقائمين على هذا المحفل العلمي الرائع، شكرا لجميع المشاركين. بحثي عن الرؤية المستقبلية لمناهجنا التعليمية في إطار التنمية المستدامة، المبدأ والمحتوى والاستراتيجيات. بعد فترة من الزمن سيصبح من السهل جدا الحصول على المعلومات، بحيث يستطيع المرء أن يطرح سؤاله بصوت مرتفع ليسمع ردا قويا يأتي إليه من الجدران المدعمة بقدر كبير من التكنولوجيا. ومع هذا الانتشار، الإلكتروني، ستتراجع قيمة الشخص باعتباره بنجا للمعلومات، ولن ينظر إلى المعرفة بعد اليوم كساعة تمتلك، فأي شيء يقتنى بسهولة تقل قيمته في المجتمع، والشيء نفسه سينطبق على المعرفة. أما ما سيحظى بقيمة كبيرة فهو المقدرة على اختلاق أسئلة وأطروحات جديدة وجيدة تتماشى مع أطر التطوير والاستدامة البشرية وتخلق فرصا للتجديد والابتكار والنفع من خلال طرحنا مع مشكلات العصر العلمية وتطوير الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. تتجلى أهمية البحث من نقطة تركيزه على التعلم في المستقبل، التعلم الذي يتماشى مع أطر التطوير والاستدامة البشرية، والذي يجيب عن أسئلة جديدة ويخلق فرصاً للتجديد والابتكار والنفع من خلال طرح نظريات وفرضيات جديدة تتماشى مع مشكلات العصر. وكذلك من نقطة تركيز البحث
على التوقعات التي تمس تغير مادة المناهج في المستقبل في استنادها إلى تغيرات جديدة تمثل ثورة علمية كانت غير منظور إليها من قبل أو تمثل رؤى فلسفية أو اجتماعية أو غير ذلك. مشكلات البحث، رغم تزايد الاهتمام بالدراسات المستقبلية في الوقت الراهن نظريا ومراساتيا من لدن الباحثين الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين، إلا أن منهجيتها المتعددة وأدواتها البحثية المتنوعة ما تزال غامضة المعالم ومحل جدال واسع بين شتى مفكري التيارات والمدارس الفكرية وتنظيريا. يمكن أن نسجل وجود قصور على مستوى التنظير بسبب غياب بناء نظري ممنهج جاهز يرقى إلى مصاف النظرية. هناك أمر آخر، أن تطوير المناهج القائم على إنجازات التنمية المستدامة قد يتعرض إلى معوقات كثيرة لم تستطع خطط التنمية في إزالتها، بل على العكس تماما. فقد ذكرت الأمم المتحدة أن الأزمات لغلاء المعيشة دفعت مئة منذ عام 2020 داعيا إلى توقف في سداد ديون البلدان النامية لعكس هذا الاتجاه. وبسبب الأثر التراكمي لهذه الصدمات سيبلغ عدد الذين سقطوا في الفقر مدقع أقل من 215 دولار في اليوم، وسيقع 90 مليون شخص تحت خط الفقر البالغ 365 دولارات في اليوم حسب توقعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وبهذا فإن الدول سوف يعني تساهم في إنفاق ما يعني تدخره من أموال في تسديد فوائد الدين سيكون مبالغ أكثر من تلك التي تنفقها على التعليم أو الصحة في هذه الحال في السنوات الماضية. فهل تزيد هذه الإسقاطات توقعاتنا في المستقبل حول يعني مستقبل التعليم والأداء التعليمي؟ يهدف البحث إلى محاولة استشراف لما يمكن أن يكون عليه واقع التعليم في المستقبل في ظل التحديات الصعبة والفرص الضئيلة وفي ظل عالم تسوده الحروب وتزداد فيه الصراعات. فما هو مستقبل مناهجنا التعليمية في ظل هذه الظروف العصرية؟ وهل من أمل في إنقاذ العقل البشري من الجمود والتبعية؟ وهل تفيد التكنولوجيا الحديثة في توحيد الرؤية الثقافية أو الرؤية العلمية؟ نعم. خطة البحث، سوف نتحدث في هذا البحث عن مفهوم التنمية المستدامة ووظيفة التعليم في رفع مستوى تحقيق مبادئها، ثم نتحدث عن 3 عناصر أساسية وهي: أولاً المبادئ أو القوى الدافعة لوضع المناهج التعليمية أو العلمية، ثانياً المحتوى التعليمي للمناهج، ثالثاً الإجراءات والتوصيات. الأمم المتحدة وضعت خطوات يعني وأهداف تريد أن تحققها لنصل عام 2030 إلى تصور مثالي للتنمية المستدامة، منها محاربة الفقر والجوع وتعميم التعليم الابتدائي والمستوى بين الجنسين وتخفيض معدل وفيات الأطفال وتحسين صحة الأمهات ومكافحة فيروس نقص المناعة وغيرها من ضمان الاستدامة البيئية وتحقيق الشراكة العالمية في التنمية. يتحدث البحث في المحور الأول عن المبادئ والقوى الدافعة لوضع المناهج العلمية، وهنا يمكن أن نوزع هذه المبادئ إلى مجموعات 3. المجموعة الأولى تتحدث عن التغيرات والتحولات في مجال العلوم والتكنولوجيا. فالعولمة وعصر المعرفة والعلوم التنمية التكنولوجية وعصر المعلومات هي القوى الدافعة الضاغطة نحو إحداث تغيير في أولويات التعليم، وثمة فرص وتحديات تنطوي عليها هذه العملية، وتندرج ضمنها 3 قوى دافعة للعملية التعليمية، وهي: أولا القوة الأولى وهي العولمة. العولمة حيث أصبحت العولمة مع تزايد نفوذها على المجتمعات مصدر قلق رئيس لدى المنظمات السياسية والتعليمية والاجتماعية والثقافية في كل مكان. ويجب على الأفراد من أجل تحقيق الازدهار تحسين كفاءاتهم
ورفع مستويات مهاراتي والتكيف مع المنافسات العالمية والتحديات المستقبلية. يجب أن يتعلم الناس التعايش مع بعضهم البعض بحيث تثري العولمة المصالح البشرية بدلا من عرقلتها. ثانيا، القوة الثانية هي أننا نعيش في عصر المعرفة، وهذا التحول الكبير من إنتاج العصر الصناعي إلى إنتاج الاقتصادي المعرفي يبرز القيمة الملموسة وغير الملموسة لاستخدام المعرفة في القرن 21، حيث تستمر الوظائف الروتينية المتعلقة بالعصر الصناعي في الانخفاض، في حين تستمر الوظائف القائمة على المعرفة في النمو من حيث النطاق والكمية. ومن المتوقع أنه بحلول عام 2030 سيكون هناك 3 مليارات وظيفة تستند إلى الروبوتات والبرمجيات في العالم. يتطلب عصر المعرفة مزيجا جديدا من المهارات كأنماط تفكير احترافية وأساليب اتصالات معقدة. لذلك ترى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن التطورات في المجتمع والاقتصاد تتطلب من النظم التعليمية أن تزود الشباب بمهارات وكفاءات جديدة تتيح لهم الاستفادة من الأشكال الجديدة للتكيف الاجتماعي والإسهام بفاعلية في التنمية الاقتصادية في ظل النظام الجديد، ويصبح قادرين على ربط المعرفة التي اكتسبوها لفهم المعلومات لفهم موضوعات غير مألوفة، ومن ثم توليد مزيد من المعارف بأنفسهم. القوة الثالثة وهي قوة التطور العلمي والتكنولوجي وعصر المعلومات، حيث يعد هذا الأمر من العناصر الأساسية لكفاءات القرن 21، وثمة حاجة ماسة إلى مواهب ومهارات جديدة في عصر المعلومات تعين وتساعد المتعاونين في اقتراح خطط مبتكرة على أساس جمع المعلومات وتحليلها ودمجها. فعلى سبيل المثال، ركزت كوريا على مبادرات الطلاب بهدف تطوير قدراتهم الشخصية والارتقاء بهم من مجرد طلاب يمتلكون بعض المعارف والتقنيات إلى مبدعين ومبتكرين، ومن شأن طلاب كهؤلاء توليد مزيد من القيمة الإبداعية المفيدة في عصر المعلومات. أما المجموعة الثانية من مجموعة المبادئ الضاغطة لوضع المناهج، وهي التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يجب أن تعتمد التنمية الاقتصادية والاجتماعية على كوادر من المواهب، وسوف يساعد التعليم ذو الجودة العالية في مواجهة التحديات الناشئة في عملية تعليمية التنمية. أما القوة الرابعة فهي قوة النمو الاقتصادي، إذ يعد التعليم أحد الحلول التي يمكن أن تعالج التحديات والمشكلات التي تكترث النمو الاقتصادي. فبعض الحكومات كالبرازيل مثلا رفعت جودة التعليم من أجل تعزيز الصناعات التي تضم عددا من الشركات الأكثر ابتكارا وتنافسية في مجال الطيران والبتروكيماويات والغاز الطبيعي والتعدين والصلب وصناعة الورق والتخمير وتجهيز اللحوم وغير ذلك. ويبلغ متوسط عدد سنوات التعليم للقوى العاملة في هذه المؤسسات 9 سنوات، بما في ذلك التدريب المهني أثناء العمل، بيد أن متوسط عدد السنوات يقل عن 7 بالنسبة للشركات التي تفتقر للابتكار أو تقتصر أنشطتها على بيع المنتجات في السوق المحلية. إذن الدول المهتمة تساعد طلابها وشبابها على تعلم هذه المهن في معاهد خاصة. هناك حاجة عالمية للتعليم من أجل حل مشكلات التنمية الاقتصادية، مثل انخفاض معدلات تشغيل العمالة وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب والفقر والفجوة الضخمة بين المستويات الغنية والفقيرة وانخفاض مستويات التنمية الاقتصادية. وعلى الرغم من النمو الاقتصادي السريع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فإن دراسة الحالة الاقتصادية في آسيا والمحيط الهادئ عام 2013 كانت تكشف عن تحديات اقتصادية لا يمكن إنكارها فكما تبين تضم المنطقة أكثر من ثلثي سكان العالم، بينهم أكثر من 800 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر، كما تضم 65 مليون شخص يعانون من نقص التغذية، وأكثر من 1 مليار يتمتعون بوظائف غير مستقرة. القوة الخامسة وهي الكفاءات دكتورة المهنية. منى دكتورة منى عفوا دي اه دقيقتين معاكي، دقيقتين ها دقيقتين فقط. نعم طيب، القوة التعددية الثقافية والبيئة والتنمية المستدامة، وأيضا
تحسين جودة التعليم، كل هذه من القوى الدافعة للتعليم. أما ننتقل الآن إلى المحتوى، فمن المهم أولا في المحتوى التعليمي، من المهم، سوف يعني أضطر إلى الإسراع، تغيير طريقة التفكير في المحتوى، ولا سيما أن فكرة المحتوى وشيء نغطيه، يعني نغير فكرة تغطية المحتوى، لن ننتقل من هذه الفكرة إلى فكرة أخرى، وهي التركيز على المتعلم وعلى بناء قاعدة معرفية وتنمية مهارات المتعلم من خلال تعليمه التعلم العميق، وتخصيص مدى تعنى بالتركيز على الدافعية والتحفيز، وتركيز على ماذا يريد الطلاب وما الذي يحفزهم وما الذي يريدونه وما الذي يقودهم إلى المعرفة الحقيقية، وإلى وضع مناهج مركز على التعليم النشط وحل المشكلات وأسلوب التعليم الاستقصائي. وثانيا، الكفاءات التي يشجع عليها المحتوى كالتواصل باللغة الأم والرياضيات والكفاءة الرقمية والتعلم والكفاءات الاجتماعية وغير ذلك من الكفاءات. أريد أن أقول شيئا، ظهرت الكفاءة المالية والقيادة كمستجدات مهمة في التعليم، على الرغم من أن الاهتمام الموجه لهاتين الكفاءتين لا يزال منخفضا ولم تدرج عموما في أطر عمل الكفاءات، ازداد الاهتمام بها في مجال التعليم. ففيما يتعلق بالكفاءة المالية على سبيل المثال، ظهرت بحوث ومبادرات متعلقة بالتعليم المرتكز على المستهلك في أوائل القرن العشرين، في حين يرى اليونسكو أن ما يتعلق بالكفاءات المالية هو امتداد لمعرفة الحساب، وقد طلبت بعض الكيانات الاقتصادية من مواطنيها تعزيز الوعي بإدارة الأعمال. ما زال الاهتمام محدودا بالكفاءات في مناهجنا، بالكفاءات المتعلقة بالسعادة الفردية والتنمية المستدامة العالمية. أما الكفاءات المتعلقة بالعلوم الإنسانية والفنون والرياضة والصحة في البعد الموضوعات المحددة والرفاهي في البعد العام، فترتبط ارتباطا وثيقا بسعادة الفرد، ومع ذلك فقد لا يظهر الأفراد اهتماما كبيرا بها. هناك كثير من الأفكار يعني نضعها في البحث، يمكن العودة إليها في يعني في البحث، لكن للاختصار أنا أضطر للاختصار الآن. المحور الثالث، الاستراتيجيات والتوصيات. أهم هذه التوصيات التعاون عبر القطاعات والحدود، دعم برامج الرعاية التعليمية والاجتماعية الثقافية، الاستثمار في التعليم، دعم المناطق المنكوبة بشبكات إنترنت قوية لإمكان حصولهم على فرص تعلم أو فرص عمل عبر المنصات الإلكترونية، تعزيز المساواة بين الجنسين من حيث الحق في التعليم والتفكير، توظيف الاختراعات الحديثة في خلق فضاء تعليمي يتسم بالعالمية والشمول بما يخص القضايا العالمية، مع المحافظة على الخصوصية الثقافية لكل بلد من البلدان. المستقبل لن يكون أفضل، بل هو مستقبل سيضطرنا إلى أن نكون أكثر ذكاء للتحايل على المفاجآت التي ستواجهنا، والعلم سفينة النجاة في ذلك العصر. في المستقبل لن يعتمد الطالب على المناهج المحلية في كثير من الدول النامية، وذلك بسبب الشعور بالعجز واليأس من إمكانيات التطوير والتحديث من قبل الحكومات، وربما لعدم توفر الأساتذة الأكفاء في مدارس وجامعات منطقته. ولأجل هذا توقع أن تنشأ مدارس إلكترونية إقليمية أو عالمية، بحيث تصير الشهادات الصادرة عنها شهادات معتمدة للتقدم لأي وظيفة عمل في كل أنحاء العالم. المحتوى العلمي للمناهج قد يتغير بصورة كبيرة لاعتماده إلى اكتشافات علمية غير محدودة في نطاق محدد، وتطبيق تلك الاكتشافات في المجالات المعيشية للإنسان العادي، ومن ذلك يغدو التعلم أمرا مفروضا لا اختياريا على الإطلاق. التوصيات التي أقترحها في نهاية هذا البحث تتلائم مع متطلبات المستقبل العالمي الجديد للثورة الصناعية الرابعة. أولا، تحديث الآلية التنظيمية، استحداث هيئة حكومية تحت مسمى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتطوير القطاعات المختلفة في الدولة، تدريب موظفي الحكومات من خلال إشراكهم في دورات متخصصة في علم البيانات، وذلك لمعرفة كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، توفير البنية التحتية التي تؤهل الوطن ليصبح رائدا في هذا المجال، إصدار قوانين بشأن الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي. ثانيا، تطوير المنظومة الأكاديمية والاجتماعية،
تبني مادة مستقلة للذكاء الاصطناعي في المدارس والجامعات لتأهيل الطلاب المتفوقين المقبولين للجامعات من خلال السنوات العشر المقبلة التي يملكون الفهم الحسي والمهارات اليدوية. بناء كفاءات علمية متخصصة في هذا المجال والاهتمام بالعلوم بعلوم الحاسب الآلي وتشجيع المواطنين على دراسة هذا التخصص لخلق قاعدة من الكوادر البشرية المتخصصة. توفير البيئة الأكاديمية والبحثية المحفزة لاستدامتها مع التركيز على تطوير العنصر البشري وخلق منظومة متكاملة لدعم التطوير. تنمية وتطوير الكفاءات العلمية المتخصصة والقدرات المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي، إعادة هندسة مستقبل للتعليم في الجامعات عبر التكنولوجيا الذكية والابتكار والبحث العلمي، تكاتف وتضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والتعليمية والإعلامية للتوعية المجتمعية بأساسيات هذا المجال لخلق المواطن الرقمي القادر على التعامل مع مستهدف التقنيات. سابعاً، خلق ثقافة الذكاء الاصطناعي لدى فئات المجتمع لتسهيل انتشار استخدام التطبيقات التي تعتمد على هذه الثقافة. شكراً جزيلاً لكم لحسن استماعكم، وشكراً لاستضافتي في هذا المؤتمر. السلام شكرا عليكم شكرا ورحمة الله. دكتورة منى، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتورة منى على هذا العرض. أهلاً ننتقل وسهلاً، الآن إلى، سلام. أهلا بحضرتك، أهلا وسهلا. ننتقل الآن إلى البحث. دكتورة هنية، دكتورة هنية موجودة في القاعة؟ أيوة موجودة، موجودة. السلام أهلا عليكم. يا دكتورة هنية، سلام ورحمة الله وبركاته. دكتورة هنية عبد الله سعداوي، بحث الخاص بها استراتيجية التعلم الذاتي وتفيد التعليم. تفضلي دكتورة هنية وعرفي نفسك بعد إذنك. طيب بس أفتح العرض، أسوي شير على للعرض. مهلك، على مهلك. أيوة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم الدكتورة هنية سعداوي، دكتورة فلسفة في التربية من جامعة أم القرى، سابقا عضو هيئة تدريس متقاعد، أيضا بالنسبة لي مدرب تدريب. لحظة وصلنا، أيوة هنا، مستشار وتدريب مدربين دولي، حصل على شهادات عالمية بالنسبة لي من جامعات عربية وخارجية وخارج المملكة، أيضا عضوة في لجان عديدة ومتعددة، عضوة كنت في جامعة أم القرى في وضع وتطوير تواسيس مقررات الدراسات العليا في قسم المناهج وطرق التدريس في كلية التربية، منسقة لبرامج عديدة منها الرياضية والملتقيات في جامعة أم القرى وخارجها، قدمت مبادرات التنمية المهنية المستدامة وتدريب الخريجات لسوق العمل رفعت للوزارة، ومصممة لحقائب تدريبية متنوعة، شاركت في تدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات في وزارة التربية والتعليم في المملكة، نشرت أكثر من 21 بحث وستة كتب، وحضرت وقدمت أكثر ما يفوق عن 100 دورة، ولدي خبرة ما يزيد عن 25 عام في التدريب. محاور البحث: المقدمة والمفاهيم ومشكلة البحث، الدراسات السابقة وأهمية البحث وأهداف البحث ومنهجية البحث والإطار النظري، وسوف أتحدث عن نتائج البحث وتوصيات البحث وثم المراجع. المقدمة: يعد تفريد التعليم وتنوع التدريس ما من البرامج التعليمية الغرض منها تقديم المحتوى التعليمي بما يتناسب إمكانيات وقدرات المتعلمين المختلفة لتحقيق الأهداف التعليمية والتربوية التي يرشدها المجتمع، وهي من العوامل التي تساعد في مراعاة الفروق الفردية والبناء الجيد للمناهج الدراسية وما تحتويه من مناشط تعليمية، بحيث تراعي الاختلافات بين المتعلمين وتتيح لكل منهم الفرصة في التعلم بما يناسب قدراته وميوله. ويعد التعلم الذاتي وتفريد التعليم من أهم الاستراتيجيات التعليمية الحديثة والتي تهدف إلى تمكين الطلاب من التحكم في تعلمهم وتطوير مهاراتهم بشكل مستقل، وسوف نستكشف هذه الاستراتيجيات الفعالة لتعزيز التعلم المستقل وتخصيص التعلم وفقا لاحتياجات كل متعلم، وكل ذلك بيساعد في الطلاب على تطوير مهارات التعلم مدى الحياة ذاتيا وكيفية تطبيقها بفعالية. مشكلة البحث: النماذج الخاصة بتفريد التعليم والتعلم الذاتي والتي تم بناءها في ضوء الأطر النظرية لعلم النفس المعرفي ونظرية التعلم المعرفي الاجتماعي تفترض تفاعل العوامل الذاتية والبيئية والسلوكية عند تعامل الفرد مع المهام التعليمية. وإذا كانت الاتجاهات التقليدية في تفسير التعلم تركز على مفهوم القدرة كمستوى الذكاء، فإن نماذج التعلم الذاتي تركز الانتباه عليها. هنا سوف نتطرق إلى الإجابة عن التساؤلات الرئيسية التالية: ما هي استراتيجيات التعلم الذاتي وتفيد التعليم؟
وكيف يبدأ الفرد تعلمه ويتحكم فيه ذاته. ويسعى هذا البحث للإجابة عن الأسئلة التالية: ما هي المبادئ والأسس التي تعتمد عليها عملية تفريد التعليم والتعلم الذاتي؟ ما أهمية تفريد التعليم والتعلم الذاتي في المجال التربوي والاجتماعي؟ وما هو دور المعلمين في تشجيع ذلك التعلم؟ وما دور تكنولوجيا المعلومات والاتصال؟ وما هي المشكلات التي تواجه تطبيق نظام تفريد التعليم والتعلم الذاتي في المدارس التقليدية؟ وما هي توجهات المستقبل للتعلم الذاتي وتفريد التعليم واستخدام المناهج؟ واستخدمت المنهج الوصفي لهذا البحث. أهمية البحث، أهداف البحث عفوا، البحث توضيح مفهوم الاستراتيجية وتفريد التعليم والتعلم الذاتي، والتعرف على المبادئ والأسس اللي تعتمد عليها، والتعرف على مهارات تفريد التعليم والتعلم الذاتي وأساليب واستراتيجياتي، وتوضيح دور المعلم، وتوضيح دور تكنولوجيا المعلومات، والتعرف على المشكلات، والتعرف على مستقبل التعلم الذاتي وتفريد التعليم. أهمية البحث يفرض النمو المعرفي والتطور السريع الذي يشهده العالم في يومنا هذا تطوير الأنظمة التعليمية وبرامجها المستمرة، وإعادة ما هو موجود في رؤية مستقبلية، مما يستوجب إعادة النظر في أساليب التدريس للتأكد من مدى مواكبتها لما يستجد من تطورات واتجاهات معاصرة، إذ أن غاية التعلم والتعليم ليس جمع المعلومات والمعارف وحشوها في أذهان المتعلمين، بل تنمية أداء المتعلم وتعليمه كيف يتعلم بنفسه. لذلك يتزايد الاهتمام من قبل المؤسسات التعليمية في توفير سبل تفريد التعليم والتعلم الذاتي كخطوة مهمة على طريق التربية الدائمة على مدار العمر، ويعتبر تفريد التعليم من أحدث المكتشفات التربوية والسيكولوجية والتطبيقات العملية، فهو من أهم أساليب التعلم التي تتيح توظيف مهارات التعلم بفاعلية، مما يسهم في تطوير التعلم سلوكيا ومعرفيا ووجدانيا من خلال توفير المناخ اللازم والخبرات بيكتسب المتعلم يتطلع عليه من معارف واتجاهات ومهارات. مفهوم الاستراتيجية كلمة مشتقة من الكلمة اليونانية استراتيوزيوس، وهي تعني فن القيادة، واستخدمت في الحرب أكثر من التعليم، ولكن الآن يفضل أنها تستخدم في التعليم. تفريد التعليم، يمكن تعريف تفريد التعليم أو التعليم المتوحر حول الفرد بأنه موائمة المادة العلمية مع المنهج والبيئة التعليمية لتلبي طموحات واحتياجات المتعلم بشكل فردي، حيث أنه يوفر للمتعلم درجة كبيرة من الحرية في اختيار ما سبق تعلمه وماذا سيتعلم وكيف يتعلم. فتفريد التعليم هو نظام تعليمي يتم تصميمه بطريقة منهجية تسمح بمراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين داخل إطار جماعي التعليم أو فردي، وذلك بغرض أن تصل نسبة كبيرة من المتعلمين بنسبة 92% أو أكثر إلى مستوى واحد من الإتقان، كل على حسب معدله والذي يناسب قدراته واستعداداته واحتياجاته. فهو أسلوب تعليمي منظم يقوم فيه المتعلم بالتفاعل مع المواقف التعليمية بنفسه لاكتساب المعلومات والمفاهيم عن طريق وسائل تعليمية متعددة حتى يصل لمستوى الإتقان. وتفريد التعليم أيضا يقصد به تحليل خصائص الفرد والأسلوب اللي يتبعه في التعلم، إجراء تحليل مستوى قدراته وخبراته المعرفية السابقة ليتم تصميم برامج تعليمية تناسب هذا المتعلم، ولا يشترط أن يعتمد البرنامج على التعلم الذاتي، ولكن يكون إعداد البرنامج قائم على معالجة الجوانب الضعيفة عند المتعلم والعمل على إزراء القدرات الخاصة به وتنفيذ وتطبيق البرنامج بأسلوب التعلم الذاتي. لأن برنامج المفرد، من هنا نلخص معنى التفريد في التعليم كما ذكرنا، فالتعليم الفردي يتضمن التعلم الذاتي. الدراسات السابقة، هناك دراسات عديدة، مثلا في الإمارات العربية المتحدة تمت هناك دراسة سنة 2019، وهناك دراسة 2019-18 أيضا باستخدام التدريس المبرمج وباستخدام دراسة كمية لتقييم أثر منصة ألف في دافعية الطلبة واندماجهم، وأيضا دراسة أخرى لحمل برنامج آليكا على جهاز الآيباد، وأيضا لتدريس مادة الرياضيات والإحصاء، وأيضا هناك دراسات اللي هي الصف المقلوب أو التعليم المتمايز كما في المملكة العربية السعودية. جميع هذه الدراسات السابقة التي ذكرت كانت من نتائجها، ملخص نتائجها، أشارت الأدلة في العالم العربي إلى أن تفريد التعليم استراتيجية واعدة لتلبية احتياجات الطلبة وتحسين تعلمهم. وقد ذكرت الدراسات التي أجريت في المملكة العربية والإمارات العربية المتحدة أو الأردن أو الجزائر وعمان وغيرها من الدول العربية، أن أساليب التدريس متمايزة هذه ومصممة لإنجاز المهام
ولبناء الفروقات الفردية للطلبة، فإن تحصيلهم ومشاركتهم في التعلم وثقتهم بأنفسهم سوف تتحسن. فسلط الباحثون في الضوء على بعض العوائق المحتملة التي تخول دون استخدام المعلمين لاستراتيجية تفريد التعليم بوصفة أسلوب التدريس داخل صفوفهم، وتتضمن الأمثلة على العوائق الرئيسية: عدم تدريب المعلمين، وحجم الصفوف الدراسية الكبيرة، ونقص المعدات والأدوات التعليمية. وحتى الآن تعد الأبحاث حول تفريد التعليم محدودة في هذه المناطق، على الرغم من تحقق بعض الفوائد وسمة حاجة لإجراء مزيد من الأبحاث في هذا المجال، لا سيما لجمع بيانات تتعلق بحقيقة فهم المعلمين لاستراتيجية التعليم مثلا المتميز أو التعليم المبرمج أو غيرها من البرامج أو الاستراتيجيات للتعلم الفردي أو التعلم الذاتي. تفريد التعليم أهميته يساعد على تحسين مخرجات التعلم ويزيد من دافعية الطلاب ومشاركتهم الفعالة، ويعزز الثقة بالنفس والاستقلالية في التعلم، كما يعزز الابتكار والإبداع بالنسبة له ومميزاته، يراعي السرعة الذاتية للمتعلم ويوفر فرص التعلم المناسبة لكل طالب، ويساعد في تطوير المهارات الفردية بشكل أفضل. استراتيجياته في استراتيجية التكنولوجيا التعليمية، وهي استخدام البرامج التعليمية ومسارات التعلم المخصصة بناء على أداء الطالب، والتعلم التعاوني، والتعلم القائم على المشاريع. المشاريع بتناسب اهتمامات وقدرات الطلبة حتى يطوروا مهاراتهم في حل المشكلات، والإبداع والتعاوني، كيف يتعامل الطلبة في مجموعات صغيرة وتبادل الأفكار وتعلموا مع بعضهم البعض. أيضا هناك بعض الاستراتيجيات الأخرى، مثلا نظام التعاقد والتعليم للإتقان، التعليم بمساعدة الحاسوب، والتعليم المبرمج كما ذكر. وأيضا من استراتيجيات التعلم تفريد التعليم التعليم المتميز، وخطة كيلر أو نظام التعليم الشخصي، والتعلم القائم على الكفاءة، ونظام التوجيه السمعي، وبرامج التعلم طبقا للحاجات، وبرامج التربية الموجهة للفرد. هناك طبعا استراتيجيات كثيرة وأساليب كثيرة للتعليم الفردي وكذلك للتعلم الذاتي. أما مفهوم التعلم الذاتي، لم يجمع العلماء والباحثون على تعريف محدد للتعلم الذاتي، فقد تعددت تعريفاتهم. وأهم تعريف وأفضل تعريف وجدته اللي هو التعريف الفتلاوي، فإنه تعديل أو تغيير في سلوك الطالب نتيجة جهوده في التفكير والتأمل والخبرة وبذل الجهد في الممارسة، سواء داخل المؤسسة التربوية أو خارجها بدون أي مؤثر خارجي. فالتعلم الذاتي هو عملية يتولى فيها المتعلم مسؤولية تعلمه، فيحدد الطالب أهدافه التعليمية ويختار الموارد، وهو الأسلوب الذي يقوم فيه الفرد بالمرور بنفسه على المواقف التعليمية المختلفة لاكتشاف المعلومات والاتجاهات والمهارات، بحيث ينتقل محور الاهتمام من المعلم إلى المتعلم. وتعريف استراتيجية التعلم الذاتي هي يختار فيها الطالب الأنشطة والمهام التعليمية التي تساعد في التعلم وتطور البحث عن المعلومة، كما أنها استراتيجية تتضمن أساليب تعلم تهدف إلى تطوير قدرة الطالب على حل المشكلات والقدرة على استخدام مصادر المعرفة المتنوعة. في ضوء ما سبق، أن التعلم الذاتي مجموعة من العمليات العقلية اللي بيستخدمها الطالب عندما يطلب منه جمع المعلومات أو الوصول إليها، فهي مهارات ذهنية يتدرب عليها الطالب مثل المهارات المكتسبة الأخرى. دكتورة هنية بعد إذنك أيوة دقيقة أو دقيقة وينتهي العرض دقيقة طيب، إن بالكتير شاء الله. بعد إذنك. الأهداف فمفهوم التعلم الذاتي: تنمية مهارات التفكير وحل المشكلات أو أهميته، يعزز الثقة بالنفس، من خصائصه يتميز بالمرونة والتكيف مع احتياجات المتعلم وقدراته، وأدواته استخدام التكنولوجيا والموارد الرقمية لتسهيل عملية التعلم. خطواته: تحديد الأهداف والتقييم وإدارة الوقت، وأيضا اختيار الموارد أو المواد. استراتيجية التعلم الذاتي: التعلم القائم على المشاريع، وأيضا لا حول ولا قوة، والتعلم التعاون، والتعلم الإلكتروني، والتعلم بالاكتشاف. أما المشكلات التي تواجه تطبيق النظام الذاتي: مشكلة المواد التعليمية والأجهزة، مشكلة توفير الوسائل، مشكلة تنسيق العمل، مشكلة تحديد الأهداف، مشكلة تتعلق بالمتعلم نفسه، المشاكل الإدارية. وذكرت بالنسبة لأساليبه أو أدواته: التعليم المبرمج، الحقائب التعليمية، التلفزيون التعليمي، الإذاعة التعليمية، التعليم بالمراسلة، برامج التربية الموجهة للفرد، برامج التعليم عن بعد، التعلم المفتوح زي الجامعة المفتوحة، التعلم بالحاسب، التعليم الإلكتروني، خطة كلر. مراحل استراتيجية التعلم الذاتي: تحديد الأهداف والتخطيط والتنفيذ والتقييم الذاتي. خطوات: تحديد الهدف، اختيار الموارد، تنظيم الوقت، التحفيز الذاتي، بدء عملية التعلم، التقييم الذاتي، الاستمرارية والتحسين، تشجيع المسؤولية الذاتية.
من أسسه الفلسفية والاجتماعية والسيكولوجية والتربوية. من مميزاته يطور عمليات التعلم بحيث يصل المتعلم إلى الإتقان، يطور أهداف عمليات التعلم، يوفر خصوصية أخلاقية، يوفر دافعية قوية للمتعلم، يعطي فرصة للمعلم متابعة الطلبة. مبادئه: الخبرة السابقة ضرورية للطالب لبناء خبرات لاحقة، تحديد نقاط القوة والضعف، التغذية الراجعة، كل طالب له سرعة تعلم خاصة، إتقان التعلم. التقييم الذاتي والتغذية الراجعة من خلال الاختبارات الذاتية والتفكير التأملي وطلب التغذية الراجعة وتتبع التقدم. استخدامات التكنولوجيا في التعليم الذاتي عن طريق أدوات التقييم الذاتي، عن طريق منصات التعلم التكيفي، عن طريق تطبيقات إدارة الوقت. التغلب على تحديات التعلم الذاتي من طريق التحفيز الذاتي، التغلب على التسويف، بناء شبكة دعم. قياس نجاح التعلم الذاتي من خلال مؤشر تحقيق الأهداف بيقيس مدى نجاح الخطة بمراجعة الأهداف المسبوقة سابقا. تطوير المهارات بيظهر القدرة على تطبيق المعرفة المكتسبة من خلال اختبارات عملية ومشاريع تطبيقية. الرضا الذاتي يعكس الشعور بالإنجاز والتقدم من طريق استبيانات تقييم ذاتي. دور التكنولوجيا في التعلم الذاتي: تفيد التعليم عن طريق المنصات التعليمية الإلكترونية، عن طريق تطبيقات الذكاء الاصطناعي، عن طريق الواقع الافتراضي والمعزز، وعن طريق أدوات التقييم الإلكترونية، وعن طريق منصات التعلم الإلكتروني وتحليلات التعلم. للمعلم دور أساسي في عملية التعلم الذاتي، ليعرف قدرات المتعلمين ويساعد المتعلمين، ينمي مهارات القراءة لديهم، يشجع التفكير لديهم، يخطط المواقف التعليمية، يربط التعلم بالحياة، يشخص حاجات التعلم، يشجع المتعلم، يضع خطط الدراسية، يخطط للفصل. وأيضا له 3 أدوار مهمة: يكون موجه ومصمم ومقيم المعلم. أيضا من التحديات صعوبة إدارة الوقت، بيكون بتدريب الطلاب على استخدام أدوات تنظيم الوقت، نقص مهارات التعلم الذاتي، توفير ورش عمل لتطوير هذه المهارات، الحاجة لموارد إضافية، استخدام التكنولوجيا والموارد المفتوحة. نعدي هذه كمان: مستقبل التعليم الذاتي، تفيد التعليم من حيث التعلم الذكي والتعلم المدمج ومهارات المستقبل والتعلم مدى الحياة. كذلك بالتعاون العالمي والمناهج المرنة والتعلم مدى الحياة والتكامل التكنولوجي. وأيضا مستقبل التعلم الذاتي وتفيد التعليم، بيتجه التعليم نحو مزيد من التخصيص والاستقلالية، سوف تلعب التكنولوجيا دور متزايد في دعم التعلم الذاتي وتفيد التعليم، فسيحتاج المعلمون والطلاب إلى تطوير مهاراتهم باستمرار للتكيف مع هذه التغيرات، وسيصبح التعلم مدى الحياة ضرورية في عالم سريع التغير. وكذلك في المملكة العربية السعودية، من خلال رؤية 2030 لتطوير التعليم من خلال تقييم الأثر والتحول الرقمي وتدريب المعلمين وتطوير المناهج، قامت بذلك. النتائج طبعا والتوصيات: من خلال نتائج الباحثة، إبراز مكان تطوير التعليم، توجيه المعلم، تشجيع المعلم، مساعدة المتعلمين، إعطاء المجال للمتعلم في حرية، وضع الخطط العلاجية، تطوير أساليب تطوير التعليم، توفير البيئة المناسبة، إعداد المواد التعليمية، الاهتمام بتدريس الطلبة في المدارس بالمهارات التكنولوجية، تدريب المعلمين على تنويع أساليبهم، إعداد مناهج دراسية تتناسب مع قدرات واستعدادات الطلاب، إدراج العديد من الأنشطة الإضافية، تعريف الطلاب بأساليب التعلم. كذلك من التحديات: الحاجة إلى تدريب المعلمين على الاستراتيجيات الجديدة، توفير الموارد والتكنولوجيا اللازمة لدعم التعلم الفردي والتعلم الذاتي، تغيير ثقافة التعليم التقليدية في بعض المدارس، وضمان تحقيق الطلاب للأهداف التعليمية الأساسية. المقترحات: إجراء البحوث والدراسات في مجال الفروق الفردية وتفريد التعلم والتعليم الذاتي، والاهتمام بالفئات الخاصة سواء كانوا متفوقين أو متخلفين دراسيا، وتقديم ما يناسبهم من تعلم، إجراء البحوث والدراسات في مجال استراتيجيات تفريد التعليم والتعلم الذاتي. أشكر جميع القائمين على هذا المحفل العلمي، وعلى القائمين في منصة أريد على ما قدموه في هذا المحفل، وجزاكم الله خير لحسن استماعكم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتورة هنية، في الحقيقة عرض فيه زخم، فيه كم كبير جدا من المعلومات، يعني لو لضيق الوقت يعني أنا استعجلتك، وأنا عارفة إن أنت بتقولي بسرعة شديدة، لكن إن شاء الله البحث يتنشر ويتقرب استفاضة في مجلة أريد بإذن الله تعالى. إن شاء الله، والله حاولت أنا بقدر الإمكان إني أنا أذكر أهم النقاط، لأنه هذا يعتبر شامل لجميع الأبحاث التي ذكرت وأعم بالنسبة لي. شكرا، نعم جزاكم الله نعم خير ويحسن نعم إليك. شكرا دكتورة هنية، شكرا جزيلا. هننتقل الآن، يعني في عندنا بحثين لم يتم عرضهم، بحث الدكتورة أمنة عبد الحفيظ. هل الدكتورة أمنة استطاعت دخول القاعة؟
أستاذ عدنان. الظروف للأسف إلى الآن لم تستطع، عندها خلل فني إلى الآن لم تستطع الدخول. نعم تمام، تواصلنا معها والدكتورة لكن لم تستطع الدخول، والدكتورة فاطمة فاطمة اعتذرت. نعم. اعتذرت. تمام، بذلك يكون قد انتهينا من عرض البحوث. إن شاء الله ناخذ المداخلات في الوقت المتبقي، تقريبا 10 دقائق أو 7 دقائق. خلينا ناخذ المداخلات. هل هناك أي دكتور أحمد بن مصطفى راجع؟ أعطي الصلاحية بعد إذنك أستاذ عدنان. تم دكتورة، هل تم أنا اللي تقديم بدي الصلاحية. صلاحية؟ نعم، تفضل. أعطيته الصلاحية، بس السلام يا ريت عليكم. يكون طرح السؤال على عجال لأنه لم يبقى وقت. نعم، أستاذ، بارك الله فيك باختصار يا أستاذ، دكتور أحمد. شكرا جزيلا للأستاذين الكريمين على الإشراف الجيد على هذه الجلسات القيمة، وشكرا للمداخلين الأساتذة الأفاضل على هذه المعلومات القيمة. لدي ملاحظة على السريع، في الحقيقة نحن في عالمنا العربي نحتاج إلى تثمين وإلى إثراء وتركيز على 3 أنماط من التعلم. التعلم بالحاسوب الذي ذكره الأساتذة، ثم التعلم التعاوني، ثم أخيرا التعلم الذاتي. أظن أن التعلم بالحاسوب الإثارة هي التي تدفع إلى التعلم، حتى لدى المتعلمين ذوي الكفاءات المعتدلة أو المتوسطة. أما التعلم التعاوني فيرأى بالصدع بين الكفاءات داخل مجموعة المتعلمين. أما فيما يتعلق بالتعلم التعاوني، أظن أن التعلم التعاوني يحتاج إلى نخبة. السؤال هو، يعني هل التعلم التعاوني ربما يعطي نتائجه الدقيقة والحقيقية ويسهم في عملية التطور مع النخبة؟ هل نركز، لأن التعلم الذاتي يحتاج إلى كفاءات، هذه الكفاءات تخص طلبة متميزين. وشكرا جزيلا وبارك الله فيكم، وأتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا يا دكتور أحمد. ناخد الدكتور. أيضا هناك مداخلة. محمد، نعم، دكتور محمودي، أهلا دكتور محمودي. أهلا يا دكتور محمودي، أهلا أهلا، وسهلا. مساء الخير، تحية طيبة للجميع، شكرا على جميع المداخلات القيمة. أولا مع الدكتورة سجاء، بالنسبة للفيديو الأخير الذي تم عرضه في آخر مداخلة، وهو أظن معد بالتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بودي ما تذكر ما هي هذه الأدوات والتطبيقات، وكيف يمكن تصحيح بعض الأشياء الواردة في الفيديو، لأن لا يمكن الاعتماد على كلية على الذكاء الاصطناعي، وإنما الذكاء الاصطناعي كمرحلة أولى، ثم المرحلة الثانية هي المرحلة الأساسية التي تتمثل في المراقبة البشرية والإضافات الإنسانية على هذا الفيديو. لكن شيء جميل جدا في مادة التربية الإسلامية نعتمد على الذكاء الاصطناعي في التعليم بشكل عام وفي مادة التربية الإسلامية، وأنا أشكر الدكتورة سجاء، لأن تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي أو توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم لا يقتصر على المواد العلمية والمواد العلمية أو التطبيقية، وإنما حتى في العلوم الإنسانية. بالنسبة للدكتور يوسف، خلق بيئة تعليمية جاذبة ومتعة بالنسبة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، بودي لو كان تأسيس منتدى الطلبة للغة العربية بدولة إندونيسيا، حتى نعمل على خلق هذا الجو للتواصل مع الناطقين باللغة العربية، ويكون هذا المنتدى منتدى طلبة للغة العربية فضاء ومساحة لتبادل الآراء والأفكار ما بين الطلبة. بودي ملاحظة جد مهمة جدا، نحن الآن في اليونسكو في 2024 نهتم بشكل كبير بوثيقة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، حيث تم إصدار الوثيقة الأولى وهي الآن محل دراسة وإثراء بالنسبة للخبراء، وتم توزيعها في معظم الدول العربية على مجموعة من الخبراء، ونشكر مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم بالمملكة العربية السعودية، لأنه هو الذي يطلع بهذه المبادرة بالتنسيق مع مكتب الرئيس لليونسكو بفرنسا.
الوثيقة ستصدر آخر في هذا العام في بداية السنة المقبلة إن شاء الله 2024-2025 ستكون هناك وثيقة رسمية، وثيقة كمنهاج إن صح التعبير خاص بتعليم اللغة العربية اللي ننتقينا بغيرها، لأن نحن الآن نفتقد لهذا النموذج. وأطمئن الدكتور يوسف على أن الطلبة ربما لا ينامون في أثناء تعليم اللغة العربية بدولتكم بإندونيسيا، لأن ملل الطلبة ونفورهم وربما نومهم إن صح التعبير، لقد أشرت إلى هذه الظاهرة المؤسفة، يعود إلى غياب الممارسات والمقاربات التعليمية الناشطة. عذرا دكتور، عذرا بس لو تختصر، لأنه بقي معنا ثواني فقط. نعم، فقط آخر شيء بالنسبة للدكتورة أظن منى، بالنسبة للمنهاج، نعم دكتورة منى، جميل جدا. الخطط الخاصة بالمنهاج ينقص فقط إشكالية الإمكانيات المادية والبشرية لتنفيذ المنهاج. بالنسبة وكذلك دكتورة منى، الذكاء الاصطناعي شكرا الآن قد، شكرا أستاذ، عذرا عذرا لكن انتهى الوقت، يعني بارك الله فيك وعذرا على المقاطعة، وأيضا المداخلة الأخيرة مع الأستاذ عبير، تفضلي، أرجو اختصار الوقت رجاء، تفضلي. نعم، السلام عليكم جميعا القائمين والحاضرين. أتمنى أن لا أطيل وأن يكون في موضوع المحاضرات القيمة صراحة. أتمنى أن يكون هناك حقيقة مقاربة بين العلوم في الجيل الجديد الباحثين. هناك مصطلحات في علوم معينة أو في اختصاصات قد تكون غير مفهومة أو غير معروفة، خاصة عندما تأسيس هذه العلوم. أتكلم حقيقة في مجال اختصاصي وهو تحقيق المخطوطات، في عندما قمت بتحقيق أحد المخطوطات في رسالة الماجستير خاصتي، كان هناك كثير من المعلومات والمصطلحات الغريبة، ربما في كليتي في جامعتي فقط. أتمنى أن يكون هناك مقاربة أو يعني إنتاج معجم أو تطبيق أو أي شيء يسهل على الطلبة والباحثين الجدد المعلومات والمصطلحات في شتى العلوم والفنون. أتمنى أن يكون هناك شيء يعني لا، يسهل على الطلبة والباحثين نفس المعلومات والمصطلحات أن تكون قريبة من فهمهم. نعم، بارك الله فيكم أستاذة. وشكر جزيلا للاستماع، وأعتذر عن شكرا الإطالة. شكرا وعذرا للمقاطعة مرة أخرى، ونرجو أن يكون رد الأساتذة الباحثين معنا مختصرا. تفضلي دكتورة مروة. نعم، معكم الصلاحية. دكتورة سجاء لو هي موجودة ممكن ترد على أهم استفسار أو أهم مداخلة. دكتورة سجاء، نعم موجودة، ما أتذكر اسم الدكتور. دكتور محمودي هو يعني قال لك على التطبيق أيوة، ومع ذلك، جزاهم وأنا خير. أيضا يعني كنت هسألك عنه. هي الواقع الافتراضي حلها برامج متخصصة وأفراد ومؤسسات يعني عندهم خبرة في تصميم تطبيقات الواقع الافتراضي، ما تعتمد على الذكاء الاصطناعي بالدرجة الأولى. البرنامج الحالي صمم عن طريق برنامج يونيتي، وبصراحة يعني تصميم جغرافية المعارك، معركة بدر، معركة أحد وحنين، كانت معضلة كبيرة بالنسبة لي. خضت وقت كبير التأكد من جغرافية المنطقة لأنها يعني مضى عليها سنوات، وراجعت يعني مئات الكتب في السيرة النبوية بحيث أتأكد موقع الجبل، تصميم سبب الخسارة، حجم الجبل بالنسبة لي، باقي مكونات ساحة المعركة، تصميم بيئة المدينة المنورة، البيوت نفسها، حتى يعني إذا حد عنده يعني معرفة وثقافة في السيرة النبوية، لاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر للمدينة المنورة سكن في بيت أبو أيوب الأنصاري، وهو كان من أثرياء المدينة. فكان بيت أبو أيوب الأنصاري عبارة عن دورين، فمن هذه الناحية خضيت إن بيوت الأغنياء بتكون دورين، بيوت الفقراء بتكون دور واحد. زوجة أبو أيوب الأنصاري بالليل كانت تتحرك، وكانت هي ساكنة في الدور الثاني، والرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته في الدور الأول، فكانت كسرت جحلة وتسرب الماء، فعرفت إن، فذكر يعني في المصدر إن يتكون السقف من الطين وسعف النخيل، وبهذه الطريقة بنيت سقف البيوت. يعني الفيديو اللي عرضته هو شيء بسيط فقط، اللي يلبس النظارة، نظارة الـ VR،
بيقرب بيشعر بالفعل بأنه موجود في المدينة المنورة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيستشعر كل التفاصيل بإذن الله تعالى. إن شاء الله تكون تمام نتائج دكتورة قاعدة بارك. فجأة، الإجابة واضحة وكافية ووافية، بس هو السؤال إن البرمجية حضرتك اللي أعدتيها، لأنك أنت قلتي إن هو برنامج التطبيق ده يونيتي. أخذ جايزة. أه يونيتي، يعني هو متخصص حضرتك اللي أعدتيه في دراستك في البحث الخاص ايوه بيه. اليونيتي. تمام، فهو كان هو بيسأل على ده. طيب كان في سؤال أيضا، شكرا يا دكتورة سجاد، في سؤال يخص الدكتور يوسف، او في معلومه للدكتور يوسف ان ليه ما بيضيفش منتدى للغه العربيه بدوله اندونيسيا لجمع الطلبه في اللغه العربيه. هل دكتور يوسف عندك رد او تحب تعمل مداخله، رد على المداخله؟ بارك الله فيكم. حاليا لا، في خاصة في جامعة محمد جكارتا لا يوجد هناك أي منتدى للغة العربية. أما هناك يعني طلاب اليمنيين عندهم اتحاد ولديهم الخطة لكي ينشئوا منتدى خاص للغة العربية. بارك الله فيكم. شكرا جزيلا دكتور يوسف. في الحقيقة كان في سؤال من الدكتور أحمد لطبيعة التعلم التعاوني والتعلم الذاتي، لكن أنا مش عارفة السؤال موجه لمين بالضبط من الباحثين، مش قادرة أعرف، لكن هو كلام حضرتك يعني ليه وجهته، يعني إذا كان هيضاف في أحد الأبحاث أعتقد البحث التعلم الذاتي. دكتورة هنية، دكتورة هنية عندك رد أيوة. على المقارنات بين التعلم التعاوني والتعلم الذاتي؟ طبعا التعلم التعاوني اللي هو بيكون ما بين المجموعات، والتعلم الذاتي بيكون فردي، كل فرد بيتعلم بذاته. هذا هو بالنسبة لي هذا أفضل وأخطر مختصر بالمختصر المفيد اللي هو معنى التعلم التعاوني. التعاوني يكون تمام التعاون ما بين المجموعات، الأفراد اللي في المجموعات، في التدريس، في العمل، في مشاريع، في أي مكان. لكن التعلم الذاتي بنقصد به انه هو تعلم كل فرد بذاته على حسب قدراته واحتياجاته وعلى حسب ميوله ومهاراته. تمام؟ تمام جزيلا، شكرا جزيلا دكتورة العفو، هنية. اتمنى اني وصلت الكلام ببساطة، ليست بالدقة التامة ولا بالتعريف التام، لكن هي ببساطة، يعني الانسان بيفهم ايش هو مفهوم التعلم التعاوني، انه هنا هذا التعلم التعاوني اللي هو الكوبريتيف ليرنينج بيكون لك طبعا له خصائص وله خطوات وله مراحل محدده ومعينه، حتى التعلم الذاتي له خطوات ومراحل محدده ومعينه له استراتيجيات، لكن التعلم التعاوني حتى ممكن انا استخدم في داخله استراتيجيات مثل التعلم النشط مثلا، او استراتيجيه مثلا بالنسبه لاي استراتيجيه اخرى، حتى التعلم المتمايز شكرا مثلا استخدمه في التعلم التعاوني وهكذا. فممكن هناك شكرا شكرا مثلا مع بعض البعض او طرق التدريس شكرا تكون دكتورة هنية، شكرا العفو. جزيلا دكتورة هنية. في الحقيقة يعني البحوث اللي قدمت في هذه الجلسة، يعني أنا من وجهة نظري كأستاذ في التربية أشوف أنها بحوث قيمة جدا. الدكتورة سجاء قدمت واقع افتراضي، تقنية الواقع الافتراضي، وهو موضوع جدير بالبحث العلمي. أيضا دكتور يوسف قدم بيئة عربية فعالة لتعليم اللغة العربية، وهو محط اهتمام في اندونيسيا لان هي من الدول الغير ناطقه باللغه العربيه، وبالتالي فان الموضوع ايضا جدير بالبحث العلمي. دكتوره لطيفيه لطيفه قدمت ايضا بحث مرجعي او مراجعه نظريه عن الحقائب التعليميه وتاثيرها في عمليه التعلم الذاتي، وهذا ايضا مهم. والدكتوره امنه لما تعرض بحثها، دكتوره غنى قدمت التدريب الريادي لاكساب طلبه دبلوم التاهيل التربوي مهارات تصميم الفيديو، وهو ايضا بحث قيم وله منتج ومهارات إنتاج عالية. في النهاية الدكتورة منى، أنا قدمت الرؤية المستقبلية للمناهج التعليمية في إطار التنمية المستدامة. كان أنا لي مداخلة مع الدكتورة منى في إن لماذا تم الاعتماد على التنمية المهنية المستدامة أو الأهداف الألفية 2015، ولم يتم الاعتماد على عرض الأهداف الخاصة بالأمم المتحدة 2030 وهي الأحدث. إلى جانب أيضا أن التوصيات التي تم عرضها في هذا البحث هي توصيات تتعلق بالذكاء الاصطناعي لا تتعلق بالتنمية المستدامة، فالبحث يحتاج إلى مراجعة فيما يخص التوصيات. هذا رأيي يعني. أيضا الدكتورة هنية قدمت استراتيجيات التعلم الذاتي، وهو أيضا بحث نظري، أشكرها عليه جزيلا. شكرا لحضراتكم على حسن الاستماع وعلى البحوث التي قدمت. نشكركم ونترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله عنا كل خير سعادة البروف مروة الباز على هذه الإدارة الرائعة للجلسة، فبارك الله فيكم ونسأل الله أن يكتبها في ميزان حسناتكم. نعم أحبتنا الكرام، كل الشكر موصول لجميع الأساتذة الأفاضل الذين شاركونا في هذه الجلسة البحثية، ونذكرهم الدكتورة سجاء الفريسي والدكتور يوسف هارون وكذلك الدكتور لطيف الكميشي، الدكتورة آمنة رغم عدم تمكنها من الدخول، والدكتورة غنى موسى والدكتورة منى بشير والدكتورة هنية سعداوي، فبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير. وأكرر أسفي واعتذاري لمن لم يستطع أن نعطيه فرصة للمشاركة أو المداخلة، فقد تجاوزنا على الوقت المخصص للمحاضرة، فبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير. نعم أحبتنا الكرام، ابقوا معنا، فالآن سوف إن شاء الله نقوم سوية ب إن شاء الله سننتقل مباشرة، نعم لا يوجد استراحة، سننتقل مباشرة مع سعادة الدكتور الضيف الله بن محمد، فسوف تستمتعون أيضا إن شاء الله في هذه المحاضرة وسنقدمها لكم بعد قليل. وقد تم وضع رابط الشهادة والحضور للجلسة البحثية الثالثة.